المدير بعد كده عشان ايه؟ والله يا علم علمك يا كامل بيه، انا كنت في المنطقه ساعه ما اتكلم في التليفون وقال على الميعاد ده، يمكن الدكتور خير يكون عارف. ابدا والله، انما لازم في حاجه مهمه في المديريه. مهمه؟ طبعا. قول لي ايه دي بقى؟ امال ايه؟ في حاجه يا سن بغلط زي ما سميت بدنا يا توجع بطنه بوظ اعصابي. حاجه تاني اتفضل اقعد. خير ان شاء الله يا سعادة المدير، خير. كل اللي يجيبه ربنا خير ان شاء الله. ايه الحكايه يا اسماعيل بيه؟ انا بعت لكم النهارده عشان اقول لكم على خبر في منتهى السوء. يا ساتر يا ساتر يا رب. المديريه بتاعتنا الحكومه بعت لها مفتش عشان يفتش عليها. مفتش يفتش عليها؟ مفتش؟ بتقول سعادتك مفتش؟ ايوه بقول مفتش، جاي من مصر عشان يفتش على المديريه ومعاه اوامر سريه كمان. والمصيبه انه جاي متخفي. عارفين يعني ايه متخفي؟ ايوه متخفي، يعني متنكر. يعني احنا كنا ناقصين غم وقرف ولا ايه؟ لكن سعادتك عرفت بالحكايه دي ازاي؟ اقول لك يا سيدي. اتفضل. انا النهارده الصبح جاني جواب من عبد الفتاح بيه عسل، اخو الست يا كامل، ما انت عارف. اخو الست في مصر. بعت الجواب وبيقول لي فيه، بيقول ايه يا اسماعيل؟ بيقول ايه؟ انما ما هو الجواب معايا هو اقراه له. تحبوا تسمعوه؟ اهو صديقي العزيز وصاحب الفضل عليا. اهو ايوه وان اخبرك وان اسارع الى اخبارك اني قد علمت من اوثق المصادر هنا ان الحكومه تنوي ارسال موظف كبير ليفتش على مديريتكم. وقد علمت ايضا انه متخفي. ايه اللي حصل ده؟ في ايه؟ في حد غريب معانا في الاوضه هنا ولا ايه؟ لا مفيش، ادي انا اللي بكح. مش اللي بكح؟ مش نبيه الاول اللي بكح؟ اعوذ بالله. ما علينا، احنا كنا وصلنا لفين؟ اهو ايوه. وكذلك انصحك بانه قد يقتلكم في اي وقت ان لم يكن قد وصل فعلا ويعيش الان بينكم متنكرا. وبما اني اعلم انك كاي مدير اخر لك نقطه ضعفك ولو انها اقل بكثير من نقطه غيرك من المديرين، فاني انصحك يا صديقي بان تتخذ اجراءات شديده وسريعه وان تحتاط للامر قبل وقوعه. بالامس وضعت شقيقتكم عزيزه ثلاثه توائم، واحد اسمر وواحد ابيض، والثالث انما بقى دي بقى المسائل العائليه، المسائل العائليه اللي فاتت ده. اهو ده الموقف يا حضرات، اديني قلت لكم على اللي حصل. واي موقف يا سعاده المدير؟ دي مفاجاه ما كانتش عندها ابدا. لكن ايه ده؟
صحيح ايه ده؟ عشان ايه بعتولنا مفتش يفتش علينا؟ والله انا بقول ان في شكاوي كتير تقدمت لوزارة الداخلية في مصر ضدنا هنا يعني في المديرية. لا 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 لا، انا ما اعتقدش يا اسماعيل بيه، انا اعتقد ان هناك سبب اهم من ذلك بكثير. ايه السبب ده؟ واعتقد انه سبب سياسي بحت. سياسي؟ وحيكون ايه يعني السبب السياسي ده؟ الله، مش يجوز اننا سنحوش الحرب مع الحلفاء؟ حرب؟ حرب ايه يا كامل بيه؟ ارجوك، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ارجوك، حرب ايه وبتاع ايه اللي انت بتقوله ده؟ ارجوك تسمع لي اكمل كلامي اولا يا سعادة المدير وبعدين قول اللي انت عايز تقول. اتفضل يا سيدي كمل قول. دلوقتي بقى اذا كنا سنخوض حربا مع الحلفاء، ايوه، فضروري ان تتاكد الحكومه ان ليس هناك خونة البتة. خونة البتة؟ اي يعني ناس متضامنين مع هتلر ومسلين. وافرض يا سيدي ان الاهالي متضامنين مع هتلر ومسلين، ايه يعني؟ ايه يعني سبعة؟ اما يكون في ناس بالشكل ده ممكن جدا دول يعملوا عمليات تخريب. عمليات تخريب ايه يا كامل بيه؟ احنا في اخر الدنيا، ده احنا في الفيوم، لا جنبنا لا جنب ولا مطار ولا مينا ولا يا اسلام بيه ولا. انت اصلك ما بتفهمش في السياسه، اسالني انا. طب هم حبوا يعملوا حاجه زي ده؟ يا عالم افهمهم. ايه ده يا كامل اللي بتقوله ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي حضرتك بتقوله ده؟ قلت لي يا سيدي خليني اكمل، اديك كلمت. كملت ايه؟ قلت خرافة اهو، اللي بتكلمه كله خرافة. ايه الحرب والكلام الفارغ ده؟ اتفضل. ما ملناش دعوة بالحرب. اقتنعتم؟ اه مش هندخل الحرب. شوفوا دلوقتي انا اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة بالنسبة للمديرية، وعاوز كل واحد منكم يتخذ الاحتياطات اللازمة في دائرة عمل، فاهمين؟ واني انا متأكد ان جناب المفتش يعني هيزوركم في مراكز اعمالكم، فاهمين؟ خصوصا انت يا دكتور خير. انا متأكد ان جناب المفتش اول ما هيوصل هيزور المستشفى. عندك الطوائف بتاعت العيانين مثلا في منتهى القذارة. بسيطة يا فندم، نركب لهم طوائف جديدة. عندك كمان ريحة المستشفى نفسها لا تطاق، ده انا بشمها يا اخي وانا لسه نازل من المحطة. ايوه صحيح يا دكتور، انا اول امبارح وانا جاي من مصر على الفيوم شميت ريحة من محطة الوسطى. شهرة يا اخي شهرة. شهرة. عندك كمان سراير المستشفى اغلبها فاضية، مع ان المفروض ان كل سرير يكون عليه عيان يا اخي. امال احنا مشترين السراير ليه؟ دافعين فلوس المديريه فيها ليه؟ ايوه بس يعني مش عشان كل سرير يكون فيه عيان. انا عايز مستشفى من غير عيانين يعني ايه؟ يعمل ايه بس يا سعاده المدير؟ والله انا مش فاهم حاجه بالكلام ده. المساله دي مش عايزه تفهيم يا دكتور خير. ازاي بس يا سيد؟ حضرتك دلوقتي تروح تلم لك كام عيان تسواهم من اي حته، فاهم؟ بس يكونوا عيانين كده كويسين، ويكون شكلهم كويس، ويكون انضاف، ويكون صحتهم كويسه، فاهم؟ هتسوق؟ ايوه هتسوقهم من اي حته، جيبهم من اي حته، فاهم؟ حاضر. تنيمهم كده في العنابر. أيوة. وتعمل جو بيهم في المستشفى. حاضر. فاهم؟ فاهم يا فندم. وبمجرد جناب المفتش ما يسافر، ايوه، تدوا كل واحد نص فرنك وتروحوه. ده بقى من جهه المرضى، اما من جهه الطب والعلاج فانا اشوف انك انت ارجوك ارجوك يا سعاده المدير، انا من ناحيه دي ضميري مطمن خالص، فاهم؟ لانه اعتقد ان كل ما كان العلاج قريب من الطبيعه كل ما كان افضل. ثم ان المرضى هنا كلهم فلاحين، يعني ناس عايشين على الطبيعه، فاذا كان مكتوب لهم انهم يخفوا هيخفوا طبيعي، واذا كان مكتوب لهم انهم يموتوا برضه هيموتوا طبيعي. ده الكلام مظبوط والله يا دكتور، ده حكيم في كلامه. اما انت بقى كامل بيه فارجوك انك تهتم بالمحكمه شويه. اهتم؟ ايوه اهتم بيها بقى. ازاي بقى يا سعادة المدير؟ يعني الحوش بتاع المحكمة مثلا، ايوه، اللي المفروض ان المتقاضين يتقابلوا فيه الصبح عشان يكتبوا فيه عرايزهم وشكاواهم، ايوه، ما يصحش ابدا ان حضرتك تربي فيه بط ووز وفراخ. الله، هي تربية الفراخ والاوز والبط حاجة وحشة يا اسماعيل بيه؟ انا ما قلتش انها حاجة وحشة، وانا شخصيا مربي في المديرية بط ووز وفراخ، وكل واحد حر في اختيار نوع الدواجن اللي تعجبه، انما ما اظنش ابدا ان المحكمه هي المكان الطبيعي للحاجات دي. الله، طب عربيهم فين بس يا اسماعيل بيه؟ هاخدهم في البيت عندي؟ مش ممكن.
ثم اي مضروب المحكمة رسوم ما اقدرش احبسهم فيه، لازم يكون عندنا شافعة ورقبة كمان يا اسماعيل بيه. طيب بس روح اسماعيل كده مار. هو دمك في صحيح افهم يا كامل، افهم يا كامل. انا كل قصدي انك انت تاخدهم تنقلهم في اي حتة وبعد ما جناب المفتش يمشي تبقى تتصرف يا اخي. طيب انا هوديهم البيت وهذبحهم، تيجي تعشى بقى معايا الليالي بعدين بعدين. واحب اقول لك كمان ان المحكمة نفسها انا عمري ما شفت في حياتي محكمة اوسخ منها ابدا. وعندك كمان الجدع اللي اسمه صقر الكاتب اللي عندك ده، انا بلغني انه ما بيفوقش من السكر كده ليل ولا نهار، وبلغني كمان يعني انه بيسكر في الجلسة عيني عينك. طب وانا مالي بقى بشرب معاه انا كمان؟ شوف يا سيدي انا ما قلتلكش بتشرب ولا ما تشربش، هو كل واحد حر فعلا في انتقاء نوع الخمرة اللي تعجبه، لكن ده مكان مقدس يا اخي له حرمة على الاقل اليومين دول. والله يا اخي عندي شغل حالي في البلد بتاعك، انا ما اقدرش اتصرف اكتر من كده. وانا كمان بلغني حاجة تاني احب اقولها لك كده على انفراد، انا بلغني ان الصقر ده بياخد فلوس من الاهالي، متأكد انك انت عارف ان الصقر بياخد فلوس من الاهالي. طب انا مالي بس؟ وانا باخد اهو اخر معايا احطه في جيبي. ماشي. اه ازاي بقى يا متوفي انت؟ الله. يعني اطلق الراجل من مراته؟ دي تبقى عدالة؟ انا مسؤول عن العدالة في البلد يا ناس، حرام عليكم اتقوا الله. الله ده كلام تقوله برضه يا راجل. على كل حال يا كامل مفيش داعي انك انت تعمل الدوشة دي. انا استبعد ان جناب المفتش لما يجي يزور المحكمة. ان شاء الله ما مش هيزور. اقصد. اما بقى انا متأكد جدا انه لما يجي هيزور المنطقة التعليمية. عشان كده ارجوك تفتح عينك شويه. مثلا الجدع التخين بتاع العربي اللي مربي دقنه ده اللي طول ما ماشي ينفخ زي بكر البط ده. ايوه الاستاذ عبد التواب عبد الرب. ايوه يا اخي عبد الرب وعبد التواب ده. أيوة. انا مش عارف بيقتلوه ايه في البيت ده، طول ما هو واقف وطول ما هو ماشي يروح متفرع كده ويبقى على صوته كمان، ده حاجه غريبه فعلا. طب وانا هعمل له ايه بس يا استاذ عبد الفتاح؟ هعمل له ايه؟ هلبسه كلابه يعني؟ والله انا ما اعرفش تعمل له ايه ولا تسوي له ايه، دول مدرسينك وانت المسؤول عنه. فاهم؟ يعني تاخد بالك كويس. وتخيل حضرتك كمان ان جناب المفتش جه يزور يعني عندك المدرسه اللي فيها عبد ربه دي، وقف يتكلم معاه وراح عبد ربه ده متنطع ومتكرع في وشه وبقى على صوته. اظن الروح ده يا كلية. طبعا حضرتك كل 100% على الروح ده. وانا انت كمان. تمام. ايوه بس احب اوجه نظرك تمام للمدرس بتاع التاريخ. أيوة. انا ما نقولش ابدا انه شاب مثقف وذكي، انما ده بيدرس بطريقه عجيبه جدا يا اخي. أيوة. انا الاسبوع اللي فات مثلا وانا بزور المدرسه لقيته بيتكلم عن البابليين والاشوريين. أيوة. لكن بمجرد ما وصل للاسكندر الاكبر اتهيألي ان المدرسه قامت فيها حريق. يا ساتر. ايوه والله يا اخواني كده، اتهيألي المدرسه قامت فيها حريق. حضرته راح قايم من على مكتبه وبقى في وسط الفصل وراح ماسك الكرسي بتاعه وقعد يدب بيه في الارض، يدب بيه في الارض، يدب بيه في الارض لغايه ما الكرسي اتدشش خالص. انا ما انكرش ابدا ان الاسكندر الاكبر كان قائد عظيم وله فتوحات كبيره وانه كسر الدنيا، انما انا عمري ما قريت ولا سمعت ان الاسكندر الاكبر كان بيكسر الكراسي. ابدا انا ما اعرفش ابدا. هو في ممتلكات حكوميه يا سليمان بيه، مش ذخيره الاسكندر الاكبر؟ اتقوا الله شويه بقى. أيوة. اشتغلوا بقى. ايوه بس ما هو فعلا عصبي شويه، وانا في الحقيقه والله كلمته كتير في الموضوع ده، كان كل مره يقفل عليا ويقول لي هي دي طريقتي في التدريس، انا في سبيل العلم مستعد اضحي بحياتي. الراجل مستعد اضحي بحياتي اطلب النهار اطلب النهار. من المؤسف ان اغلب الشبان الاذكياء النهارده اما سكارى او مجانين يا سعاده المدير. انا شخصيا ما احبش اشوف الد اعدائي بيشتغل في وزاره المعارف دي. يا ساتر، ده كل واحد فيها عامل نفسه فلحوس وبيفهم كل حاجه. تصور يا كامل بيه، ايوه الجوعتين اللي فاتوا جبت دول، جبت مدرس عشان يقوي ابني في التربيه الرياضيه، وبعدين هو بيقويه في التربيه. يا عالم يا عالم حسوا بالموقف، حسوا بالموقف. انتوا ايه ما بتحسوش؟ افهموا، خلونا في اللي احنا فيه دلوقتي، خلونا في المفتش اللي دلوقتي وصل، يمكن وصل دلوقتي ويمكن معانا في الاوضه واحنا شاكين بالنا. انا مش عارف اما يجي المفتش ده اقول له ايه واعمل له ايه. تبارك يا فندم. تعالى تبارك يا فندم. فين سعاده المدير؟ فين؟
كل اللي يجيبه ربنا خير. اسمع انت ما سمعتش حكايه ولا ايه؟ لا والله انا سمعت دلوقتي بس من الشيخ انفاق. كان عندي في البوسطه بيقول ان في موظف جاي من مصر يفتش على المدنيه. وايه رايك انت؟ رايي رايي مصر هتدخل الحرب. نفس الكلام اللي انا قلته بالظبط. ده اكيد يا سعاده المدير. مصر هتدخل الحرب. انت مالك كلكم كده ما تفهموش؟ مفيش فيك واحد بيفهم ابدا. قدروا الموقف يا ناس، قدروا الموقف. دي مسؤولية، دي مسألة حياة وموت. اسمع تبارك استنى مالكش دعوة بيها. قول لي انت رأيك ايه؟ رأيي 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 ما تتكلم. رأيي ايه رأيك ايه؟ رأيي بقى يا رأيي كل اللي بتشوفه سعادتك ماشي. الله يكفي سعادة المدير ما قالناش هيعمل ايه بقى في الموضوع ده. شوفوا انا من جهتي مانيش متخوف من اي حاجة. اديكم شايفيني اهو مانيش متخوف من اي حاجه بقى. اديني ثابت الجنان وقوي جدا ومفيش اي حاجه ابدا. كل ما هنالك الاهالي بتكرهني شويه انما معذورين مش فاهمين انا بعمل ايه. انا بعمل اللي فيه مصلحتهم وهم بيكرهوني. ماليش دعوه بالحكايه دي. انما بقى طبعا فين عارف بقى قول اسمع ما تقدرش كده يعني من باب الصالح العام يعني تفتح كل الجوابات اللي مسافره مصر وتشوف اذا كان في شكاوي او عرايض مقدمه ضدي تحتفظ بيها كده وبعدين بعد ما تفتح الجواب ان لقيت فيه عريضه ابقى احتفظ بيها وهاتها لي. ما لقيتش فيه عريضه اقفل الجواب وابعته. ما عرفتش تقفله ابعته مكتوب. ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. ما نقولش شايفين ازاي يا فندم؟ ده انا بقالي سنين بمارس العمليه دي مش من باب الاحتياط لا لكن من باب العلم بالشيء. ايوه ما هو العلم بالشيء من باب الصالح العام برضه. يعني دلوقتي اقدر اعتمد عليك. دليل يا فندم دليل اطمن. جئنالك الجوابات دي حاجه لذيذه بشكل. انا لسه دلوقتي كنت بقلى جواب بعته واحد من ولاد الاعلام لحبيبته في مصر. كلام لذيذ قوي. طب انا لسه بعدين 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 يا الحاجات دي بعدين. افهموا بقى افهم كل اللي انا عايزه منك انك تحتفظني بجميع العرايس والشفاوي اللي بتتقدم ضدي لوزاره الداخليه وتحتفظ بيها وتجيبها لي هنا. اعتمد عليك يا تبارك. انك تعتمد عليك يا تبارك. انك ايوه بس يبقى خلي بالك وانت بتعمل الحكايه دي ان فيها مسؤوليه جنايه. ايه جنايه؟ يا شيخ ولا يهمك جنايه ايه وكلام فارغ ايه؟ كلهم 3 اشهر سجن بالكتير. ثلاث اشهر على بيتك 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 قول له يا سعادة البيت انكتم واسكت خليني اتكلم. طيب انكتم واسكت انت عارفاه. قول يا علوان ها اتكلم. انا عارف انكم يا حبايبي اتكلموا. قلب هيوع من الخوف الله يخرب بيتكم. اقعد اقعد روح اتكلم روح. حاضر قول يا عم انت ليه عارف حلمك كويس خالص. قول انا بعد ما كنت هنا النهارده الصبح وقريت لسعادتك الجواب اللي جالك اياه فهمت؟ من فضلك يا عمان يا اخويا ما تقطعنيش. وانا قلت اقول لك انت كيوان رفع ما مسرحش كده يا اخي كل ما اتكلم تتكلم. الله يبارك عليك والله انا قلت لك كان انت كيوان انت اللي انت اللي بتتكلم في الموضوع ده. انا كنت قلت لك تسكت في ايدي مين ساكت اللي قلت له؟ انت انا خير والله اسكت 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 خلاص يا عرفان ما تقطعوش يا عرفان. طب بالله العظيم ثلاثة مالي الكلام كلمني انت لوحدي ان شاء الله ما تكلمنيش. عرفان انا عارف الحكاية. ايه انا عارف انت ولا يهمك خلاص انت عارف ايه بقى الحكاية يا سعادة البيت. جاي من النهاردة طبعا عليا الصلاة بيك ثلاثة ما انت بتكلم. يا اخي الله يهديك لا تحكي ولا تخليه يحكي. خلاص واحد فيكم يحكي ويخلصني. اتكلم يلا قول. اسكت يا عرفان ما تقطعوش يا عرفان اتكلم يا علوان. اسمعني سعادتك كابتن من الاول انت لسه قلت حاجه ما قلت لها بكلامي انت قلت حاجه اتكلم انت. انا بقى بعد ما كنت هنا النهارده الصبح وقريت لسعادتك الجواب اللي جالك اياه خرجت من هنا قلت اروح ازور مين؟ خليني افندي جوزوختي. حلو خليني افندي جوزوختي كويس. وبعدين قلت وانا رايح عند خليني افندي جوزوختي ما لقيتوش في البيت كويس. وانا خارج من عنده قابلت عرفان جنب دكان الشرباطي. وبعدين لما جنب دكان الشرباطي ايه؟
اسمح لي سعادتك افتني من اول. لا لا من جنب دكان الشربات. حاضر. قلت له ابي عرفات. قال لي قلت له سمعت الخبر اللي ولا سعادة البير المدير من نسيبه في مصر. كويس. قال لي ايه سمع للبنت تفريحة الخدامة بتاعت سعادتك وهي رايحة تشترط في اللي في الدنيا. حكيم انا كنت اقطعك الفطور. انا تفريحة فوز. حكيم عرفان كان قاعد ياكل فطور لما جت تفريحة. كويس. كويس. اسمع لي سعادتك افتني من اول. لا. من ساعة عرفان ما كان بياكل الفطير عن الفطاطس. عرفتي بقى احكي اتكلم. قول ايه الحكاية. قلت له يا ابن الخرق. قال لي ايه. قلت له بس يلا كده روح نقول لبيوم نرن معاون على اللي حصل. كويس. قال لي ايوه بس الاول نروح اكاندي نشرب شيش. اصل الشيشه اللي بيوضبوها في الاكاندي ما حد عنها. حاكم الشيشه اللي بيوضبوها في الاكاندي ما حدش في البلد يعرف يعمل فيه. اسمع لي سعادتك افتني من الاول. مش ممكن من ساعة المكان ده ومن ساعة الشيشة. خلصت بقى. قول اتكلم. دخلنا اللاكاندا. دخلت المكان ده وبعدين. اول ما دخلنا اللاكاندا كده قابلنا جدع. جدع وجه خالص. طيب هوس. جدع وجه خالص. ايه؟ لا. حاضر. اتكلم. حاضر. من ساعة الجدع يا ولد. انت جاي يتفشى صوت اللاكاندا زي ما يكون في بالي فار. اول ما شفته قلت له يا ابني عرفان. قال لي ايه؟ قلت له ايه الجدع دي؟ الواد عرفان احمد اللي صاحب الاجنده الحاج عبد المنعم. سعادتك عارفه؟ حاج عبد المنعم؟ ايوه عارفه عارفه بس خلاص. قال لي مين الجدع دي؟ اول ما قال له كده قام الحاج عبد المنعم قال لي لا يا الوان يا واد هلان. قام الحاج عبد المنعم قال لي بقول لك يا الوان يا الوان. قام الحاج عبد المنعم قال لي بقول لك يا الوان يا الوان. قام الحاج عبد المنعم قال لي ايوه بقول لك انت يا الوان. قال يا سيدي الجدع ده من مجلس نواب في مصر وبيقول انه رايح عزبة ابوه في صهار. كويس. بنجرد الحاج عبد المنعم مقلل. اسمعني سعادتك يا كابتن. مش ممكن. طيب. كمل. طيب. من بعد الحاج عبد المنعم قال لك قلت ايه؟ قلت له كويس. يا علوان. ايوه. انا اللي قلت في الاول. خدت. ايوه صحيح هو قال في الاول. لكن انا قلت ورا على طول. كويس خالص. على العموم بعد انا وعرفان بقول لي في الاول. كويس قوي. ما دام هو رايح صغار. ايه اللي مقعده في الفيوم؟ يبقى ضروري يا واد هو دي الموظف اياه. موظف؟ ايوه. موظف ايه ده؟ ادي موظف اللي قال لك عليه ونسيبك عشان في الجواب مفتش الحكومه. مفتش 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 وبعدين هنعمل ايه ونسوي ايه؟ قول لي قول لي ايه؟ الجدع ده عنده كام سنه؟ جدع يا بيه ما بين 22 و 45 سنه بالكتير. قول لي يا علوان الجدع ده بقاله قد ايه هنا؟ يا بيه فيه يوم سن نسيم عيد بقاله جمعتين. يا خبر اسود. ايوه والله جمعتين ده حلو يا حبيبتك اسماعيل. انت في الجمعتين دول حصل التلاوي كتير. حصلت حاجات كتير خالص يا ناس. حصلت حاجات كتير. اغلب الشوارع ما فيهاش نور عشان اعتماد الكهرباء اللي انت ما جاش. ومسكت محمود السمكية ضربته وحطيته في السجن وعملت في ملاوي الشيخ اللي اتفضل. وبعدين هنعمل ايه؟ هنسوي ايه؟ ما تدبروني اتكلم. هقول اعمل ايه؟ هقول لك اعمل ايه دلوقتي يا ناس؟ يا عالم مش معقول ابدا. انا جاتلي فكره. ايوه بقى ايه؟ نكبس عليه كده بشيله المعلم في اللقام ده دغري. كلنا. لا 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 لا. انا اشوف ان احنا هنقسم نفسنا. استلمتم شويه بقى كده. بقى ده ناس عندها احساس دي. بقى انا قاعد افكر وانتوا عمالين تخرفوا بالشكل ده. بقى لا تفكروا ولا تسيبوني افكر. مفيش احساس. الاحساس انعدم خالص. يا ساتر ايه ده؟ ما بتحسوش؟ ما بتقدروش الموقف ابدا؟ نقسم نفسنا جميعا من على الكوبري. انا مش قلت بفكر حيث وفهموا بفكر يعني ايه يا ناس اللي ما عندكوش احساس. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش فايدة ابدا. مفيش حد عنده احساس. اسمع يا حاج علوان. انا وانت هنروح الفندق كده كاننا في جوله تفتيشيه. صحيح. ودلوقتي احب اقول لكم ان حضراتكم كل واحد هيروح لمقر عمل. فاهمين؟ وكل واحد ياخد باله كويس من الاحتياطات والواجبات اللي اشتروا عليها. فتحوا عليكم كويس كده. يا شاويش مصطفى. شاويش مصطفى. ايوه يا فندم.
ابعت حد يستعجل حضرة المأمور ويشوف لي مفتش التنظيم ما جاش ليه. أيوة يا فندم. يلا يا فندم. يلا بينا يا كامل بن، روح على أشغالنا وربك يستر. طب أنت خايف من إيه؟ لبس العيانين بتوعك طواقي جديدة وبعد كده ولا يهمك حاجة من حد. حط صباعك في عين اللي يكلمك وأنا المسؤول. طواقي جديدة إيه يا كامل بيه؟ ده بقالهم اسبوعين ما كانوش غير الشوربه ولا عيش الناشف، حاجه تودي في داهيه خالص. انت هتعمل فيه؟ على كل حال انا بالي مستريح، مش ممكن هيفكر في زياره المحكمه، وحتى لو جه يبقى ربنا يعين. هي دي بلد يا راجل؟ ده انا بقالي قاضي هنا 15 سنه او 16 ما فهمتش ولا قضيه من قدامي ولا حكم ولا قضيه ان شاء الله. يا شيخ يا رب انا مش واجع عارفه، خليني قاعد يدور ويحل ويدني فيه. شفتيش الرياضي من الموارة الخراب بيتنا في الرأس؟ مش معقول ابدا. مفتش قل له يلا يا جماعة انتوا مشيتم؟ طيب امشي انا بقى. انت مفتش تفتيش يا يا جهزتم العربية؟ ايوه يا فندم. ومفتش التنظيم جه؟ بعتنا يا فندم بعتنا. بعت له حد؟ ايوه يا فندم. وما جاش لينا ما بعت له حد؟ ما كانش يجيبوه يا فندم. ما كانش يجيبوه يعني ايه؟ اصله مش عاوز يجيبوه يا فندم. مش عايز يجيبوه يعني ايه؟ اصل معوش عجلان ديني ومرمي في الشارع ويقولوا له جدع. يا ربي اسماعيل، محدش حاسس ابدا باللي انت فيه، انت الوحيد اللي حاسس بالمسؤولية دي يا ناس. طب وامور من وشك؟ امشي روح حد الطربوش بتاع الجو. امشي. اسمع حاجة عنوان زي ما فهمتك، انا وانت هناخد بعضنا دلوقتي ونروح على مقامنا كأننا في جولة تفتيشية طبيعية. فاهم؟ ونجيب ايه؟ مفيش اي حاجة. ونجيب ايه؟ كأننا في جولة تفتيشية طبيعية. خلي بالك كويس معاك يا شاويش عبد الستار. وقفك اسمع، انا عايزك دلوقتي تبعت للغفر وتخلي كل واحد منهم يمسك شارع، قصدي يمسك مقاشه وينظفوا الشوارع اللي حوالين لوكاندا كويس جدا. مش تصلاه؟ فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ اه يا فندم. وتمنعوا البياعين من انهم يتجولوا حوالين لوكاندا ويعملوا غايه بصوت عالي. فاهم؟ انما بالراحه بالراحه وبالهدوء. حكيم انا عارفك وحافظك، عارف كل حاجه عن الحاجات اللي انت بتعملها، عارف الرشاوي والاتوات اللي انت فرضها على الاهالي، عارف البطيخه اللي عاملها فرد على الفكهاني، عارف السمك اللي بتدفعه في بطنك كل يوم وما بتدفعش ثمنه. بطلوا دناوه بقى، بطلوا دناوه، هتودوني في داهيه داهيه تاخدكم كلكم. ايه ان شاء الله؟ خلاص يا حاج علوان، احنا هنعمل كل حاجه. هو هنوضب شغلنا. هوضبك معايا انت. يا مان انت جيت يا حضرة مامون؟ جيت. اتأخرت ليه حضرتك؟ يا دوبك بس. يا دوبك ولا دوبك. اسمع مولو، افهم، جناب المفتش وصل وعاوزك تتخذ اجراءاتك بسرعه. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. الولد اللي كان مصطاب لكمال البرنس اللي شكله كويس اللي فرق شعره من النص ده اهو يقف عند الكتب. فاهم؟ فاهم. وتمد السور الوثق اللي جنب دكان محمود السنتري وتدق مطرحه اربع خمس عمدان وتشففهم كده بحبال. فاهم؟ فاهم. بالشكل ده ان في ترميم في البلد، ان كلما زادت حركه الهدم والبناء كلما ده كان دليل على انشطه. فاهم؟ فاهم. تدي جميع البرك والمستنقعات اللي موجوده في حدود المديريه. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. جميع المشروعات اللي كلمتك عنها في الثلاث سنين اللي فاتوا ما تنفذتش تتنفذ النهارده. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. خلي بالك كويس. كل الرجاله بتوعك تنبه عليهم، لو جناب المفتش مر عليهم وسال لهم حالتهم كويسه لازم يقولوا لنا حالتهم كويسه جدا، انهم مبسوطين جدا. انا لما يمشي جناب المفتش هبقى صدق، هبقى صدق اللي هو حد غبي يقول يعني انا مش هصدق. اه صدق في كله. فاهم؟ الطربوش يا فندم. ايوه ايوه الطربوش. يلا بينا الصندوق. الصندوق.
قال لي وابن حلال بخصوص الصندوق فكرت انت اذا جناب المفتش سأل عن صندوق التبرعات وليه احنا ما بنيناش الجامع مع اننا قاعدين نجمع في التبرعات بقالنا خمس سنين اوعى حد يقول له ان الجامع لسه ما اتبناش فاهم؟ احنا ابتدينا وشرعنا في البنى البنى طلع حوالي متر ونص وبعدين قامت حريقة شارت البنى باللي عليه فاهم؟ وانت بعت تطهير لوزارة التخلية الحاج انا انت بعت تطهير فاهم؟ بعت اوعى حد من رجالتك يعمل حاجة او يقول له ان الجامع لسه ما اتبناش بعد ما انا عارف رجالتك اخبيها خالص فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم وعايزك تنبه على البتشاويش ابو علم يبطل يضرب العساكر في الشلاليب فاهم؟ فاهم وتنبه على جميع الغفر مفيش حد منهم يمشي حافي في الشوارع زي المعتاد بطلوا بقى اشتغلوا شويه هتخربوا بيتي ده لا النادي يا سيد مين سيوسف قاعد حلام على سيوسف ليه وحلام على شكل ايه يا سيوسف ربنا مش خليك رجالة اقف عليهم كذاب روح جدا انا كنت رايم عليه ليه يا عم ما شفتش انت قبل الدين ولا انا اول ما شفتش انت قبل الدين الدين حلام على سريره على سريره عادي نعم عندكش دخان سجاير جبرنا خلاص يعني ايه جبرنا هتجيبها منين السجاير انت ما انت لسه معفر اخر سيجاره امبارح بالليل طب خلاص خلصنا خلاص خلصنا علي نعم يلا انزل تحت ايه انزل تحت انزل تحت فين ايوه انهم يعطوا لي الاكل بتاعي هنا لا كله اللاد يعني ما اقدرش ابدا يعني ايه ما تقدرش ايه تخالف اوامري لان صاحب الاكلته قال اكدب الصريح انه مش عايزين الاكل لما ندفع اللي علينا يعني ايه بقى يعني اقول انا اتمخس وابقى جلد على العظم اكتر من كده اما راجل حمار صحيح حمار يا حصان ماليش دعوه اهو قال كده ومصمصم على كده وقال كمان انه هيقدم شكوى فينا في البند اما ليه تاكله وتشرب وتنبه من غير ما تدفع ولا صاخ تبقوا حراميه حراميه ايوه حراميه هو قال لك كده حراميه ايوه قال كده سمعت الكلام ده تكسر التاني لا تحكي له كده يا سيوزر تحكي له ده يتصح برضه ده اللي رديت عليه طبعا وقلت له كلام زي السنين قلت له بقى يا فارس قلت له الله يسامحك والنبي الله يسامحك بقى يا مانع حراميه وتقول له الله يسامحك ما ده شو هنعمله يا سيوسف يدي اعمله بقى اعمله ايه؟ تضربه ايه؟ لما ترفع كوفه ايه؟ تمسك خناقه ما تدوش رميه بتاع النفس الله يسامحك مين؟ فالح قوي انا يا سيوسف ايوه انت انا ما سيبوش الا لما يقطع النفس ايوه انت يا اخي وانا جعان يا سيوسف ده لو نفخني نفخه اقعد قدامه قطع النفس اقطع نفسه بقى انا بقى فيا نفس يا سيوسف شاكل انا بقى لا هتاكل ان شاء الله هناك باقي هناك هناك فين في السجن سجن يا ما راجل انت فاكرها سيبي يا سيوسف ولا هي سيبي ما هو قال كمان انه هيقدم شكوى فينا في البندر عشان يحطنا في السجن شكوى ايوه طب بس بلاش كلام فارغ قول له زي ما قلت لك وبعدين انا هتفاهم معاه يلا علي بس ايوه طيب طب ما الاصوب يا سيوسف ان اجيبه هنيه وتتفهم انت معاه مين علي؟ ايه؟ لا يا علي بعدين انا متنرفز اخبطه خطه يروح فيها ولا حاجه بس يعني قول له زي ما قلت لك يخبطه خطه يروح فيها ايه؟ يلا بس انا يعني بقول يا سيوسف ان الاصوب يعني ان حضرتك يعني بقى انت بقى روح عزني بقى يا علي ما هو اصل يعني هاتولي هنا هات هو راخ اجيبه هات وناقصينه انا هجيبه هنا واللي هيجرى يجرى يجرى انا عارف ان هتبقى مجزر هتبقى مجزر اعوذ بالله الجوع ده وحش صحيح سيبا خرجتك ماشي وكنت فاكر ماشي هسد نفسي لكن بالعكس فتحها زياده الله يخيبك يا عادل فلسني وانا عارف حريته هيرجع امتى من مصر ابن سيد الولد اللي طردني في البلد طب اروح له ازاي اجيب فلوس منين اخلص من الورطه دي ازاي يا عالم مين اللي قال اجي هنا والعب قمار واضيع فلوسي اما حته فصل انا ندهته يا سيوسف ندهت له ايوه ندهته بس بقى على شويه اهلا وسهلا اتفضل اتفضل عزيز اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده قول لي يا نعم يا عاوز حاجه لا بس عاوز اعرف اسم حضرتك ايه يعني مبروك اهلا وسهلا اسم مبروك عشت الاسامي اسم مبروك ازاي كده وازاي صحتك يعني محمد انت ازاي يا اخي ازاي حال اللقام ده كده ماشي يعني عندكم زوايا كتيره
انت يعني بتسال ليه؟ انا بس عايز اعرف ليه ما وقعتوش الاكل بتاع لغايه دلوقتي؟ مش معقول كده، احنا اتاخرنا قوي. وحياتك في نوم يا عتول، احسن انا مستعجل قوي. مبروك. ها مستعجل قوي. مستعجل قوي؟ واحنا كمان مستعجلين قوي. على ايه بقى؟ على الفلوس، على الحساب اللي على حضرتك. طب ده اسمه كلام؟ يعني افضل جعان لغايه ما ادفع الحساب اللي عليا؟ مش معقول كده ابدا. ها يلا مبروك، يلا مبروك بقى، يلا مبروك. يا معقول ليه بس؟ يلا مبروك بقى. الحاج بتاعك ده دماغه ناشف مش شكل ده. انا سمعته كمان بيقول لي هروح المديريه عشان يقدم شكوى في حضرتك. شكوى فيه انا؟ ليه؟ عملت له ايه؟ مجوعه زي ما مجوعني بالشكل ده. مش اسمه كلام ابدا يا مبروك، انت راجل ابن بلد وتفهم كل حاجه. شوف انت بقى كده، خش عليه وتحايل عليه وهات لنا الاكل، وانا حبستك قوي يا مبروك. اقول له بس ايه؟ الله، انا حبستك قوي، لكن بعدين بعدين يا مبروك. خلاص يا مبروك، خلاص يا مبروك، انا معاك. يلا اكمل معايا يا مبروك. هنسمع معقول يا مبروك بعدين؟ يلا مبروك بعدين. يلا مبروك بعدين. يلا مبروك بعدين. مش معقول. يلا مبروك. يلا انا معاك. يا معقول. يلا مبروك بعدين. الله انت الشهامه. امال وراه يا علي. اوف، تبقى مصيبة لو حاج عملها وحاج مراعي وعادش الاكل. وبعدين اكل ازاي انا؟ هتخلص من ورطه ازاي؟ اما راجل ذهنك صحيح. طب اجيب منين الحساب اللي عليا؟ اجيبه منين يا عالم؟ طب ما ننزل ابيع البدله اللي عليا واحل بيها الازمه دي. فكره. لكن ازاي؟ وامشي في الشارع ازاي؟ اخش البلد ما امشي كرافته من غير جيبته وبنطلون؟ طب اقول لهم ايه؟ اقول لهم موضة موضة. تعبت قوي الحكاية، مش نافعة. طب اقول لهم اتسرقت من عليا في القطر وانا كنت نايم. كنت نايم وهي اتنشرت من عليا. طب مش نافعة. ايه الورطة يعني؟ لازم اجي هنا والعب قمار؟ الله يخيبك يا عادل. يوسف يا علي، ألف نهار أبيض يا سيوسف. جاي الأكل يا علي؟ الغدر. والنبي يا علي بالحضن يا علي. الغدر يا علي. يا غدر يا غدر. أهلا مبروك. هو كده الدخلات الحلوة يا مبروك. على الأقل من إيه؟ على الأقل من اتفضل اتفضل. قلت لأهل الجامعة. شمال يمين. شمال يمين. يلا اسأل. شمال يمين. أهلا وسهلا. شمال يمين. لا قاعد شمال. أهلا وسهلا. اتفضل يا مبروك. على الأقل من مهلك. الحاج صاحب اللوكان ده بيقول ان دي اخر اكله هتاكلها حضرتك. يا اخويا قول اللي يقوله، مش مهم. المهم جبت لي ايه الاول؟ شوربه ولحم. شوربه ولحمه بس؟ ما ينفعش. ما عندكوش اي حاجه تانية؟ مفيش خيار. مفيش. ازاي مفيش؟ كداب. انا شايفهم بعيني النهارده الصبح، شايف الزمان بتاكل قرنبيط وقلاص وكرنب وخبيزه ومكرونه. مكرونه ايه؟ تقولي مفيش؟ جايز، لكن ارجع برضه واقول لك ما عندناش. يعني ايه بقى ما عندكوش؟ يعني ما عندناش. حور يا جدع انت، فضيلك انا، ايه اللي ما عندكوش؟ شوف يا حضرة، الاصناف اللي بتقول عليها حضرتك دي موجوده تحت صحيح، بس احنا بقى ما بنقدمهاش الا للزباين. للزباين؟ اه. امال انا ايه؟ شماعه؟ فرد الجاكيته؟ بنطلون؟ لا لا، مش زبون زباين الزباين. لا طبعا. لا 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 سيوش، لا طبعا. انت تعال الشمال هي بتدفع الفلوس اللي عليها، انما حضرتك بقى يعني. طب خلاص خلصنا. بس بس تعالى من القرشين اللي علينا. بسم الله. ذمتك دي شوربه يا راجل؟ يا ضمان انسان، دي شوربه؟ جيب لي ميه سخنه ما لهاش طعم وسميها شوربه. امشي يا راجل، قلت لي حاجه تتاكل. حاضر. كافي، شيل كافي. شيلها كام بس؟ بس قبل ما نشيلها احب اقول لحضرتك، اذا ما كنتش هتشربها مفيش غيرها. لا سيبها سيبها. لو النبي سيبها يا راجل. نشيلها. انا سيبها. فاسك انا ليك بتعمل كده عشان تلهى في الاكل ببطنك، لكن والنبي ده بعدك. والله لا اشربها لما اكون ميه غسيل حد. ايوه نشربها. انا سيبها. نشربها. انا سيبها. علي. ايوه سيوس، الشوربة علي يعني مش اوكي. لا يكرمك يا سيوس. علي. ايوه النبي يا سيوس. الشوربة يعني يا بوي، فات عليك بقى يا سيوس. علي. ايوه النبي يا سيوس. والله يا ابني وحش قوي. شلت لك شوية يا عم علي. لا يكرمك يا سيوس. في الخليج يا بوي. Thank you.
النبي تقول لي نوح ايه اللي احمدي ضاني والنبي بقى دي ضاني يا ضرالي مش حرام عليك تقول على دي لحمة الموجود يا استاذ الموجود الموجود ثلاثة حرامية والله العظيم ثلاثة حرامية ايه يا زيوزي ضاني بحاجة ايه شفيك الواحد كده ايه 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 يا يوسف انا جنبك ليه معاك ايه ومالك انا ايه في شده يا يوسف في شده طب ما يضان يا يوسف شيل يا جدع شيل شيل بالوجع بطل الداني يوسف شيب بقى شجرف دي لحمة دي شيب شيب الضاني ها شيب شيب يا شيب شيب ده اكل دي ده اكل دي شيب ولا اكني كلت حاجة بالعكس انا جوعت زيادة الواحد نفسه اتفتحت وما لقاش اكل سلام على طبق مكرونة كده الواحد يملى بيه بطنه صحيح ولا رطلين كباب سيوسف صحيح يا سيوسف ايه علي تاني وجع مجند يا سيوسف وجع مجند يا سيوسف الله مالك الله ايه يا مولى ايه يا علي تاني لا 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 كنت انت بصريني هل لا ايوه الا اخي يا مولى يا علي بتعيني بقى علي الا ما كانش اوه يا دي بقى علي حصل ايه علي فهمني لا 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 المدير مدير اللوكاندا لا مدير المديرية اسماعيل عزوز بيسأل عليك تحت صاحب اللوكاندا هي انا ايوه يا خرب اسود زمان صاحب اللوكاندا اشتكاني له وتلاقيهم هيحطوني في السجن يا بوشيش لكن مش معقول ابدا انا جنبك لا ما تسبنيش يا علي انا جنبك خليك معايا يا علي جنبك يا سيدي مش معقول ابدا بقول انت في السجن رايح فاكرني حرامي افتح هم عارفين انا مين ولا انا مين طب ايه يعني شويه فلوس عليا انا مش ممكن اسكت على كده ابدا لازم اخش على المدير واقول له ازاي تتجرأ تسمح لي سعادتك اقول لك نهارك سعيد نهارك سعيد نهارك سعيد يا فندم اتفضل اتفضل اهلا وسهلا انا متاسف يا فندم اللي جيت لسيادتك في وقت مش مناسب زي ده فندم لا ابدا ابدا ده بكل السرور اتفضل اتفضل اقعد يعني اتفضل عفو فندم اهلا وسهلا اتفضل واجبي كمدير للمديريه يقتضي ان انا اهتم بشؤون السياحه وضيوف البلد خصوصا الضيوف اللي زي سعادتك المحترمين بالشكل ده وده لاني انا بقوم بواجبي خير قيام لاني انا مدير المديريه ولاني أنا, 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 انا 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 الغلطه مش غلطتي ابدا انا هدفع الحساب اللي عليا صحيح بس لما تجيلي فلوس يعني انما اللي غلطان فعلا هو صاحب اللوكان ده اللحمه اللي بقدمها لي ما تكلش ابدا تقدر تقول عليها خشب كاويكس حديد اي حاجه انها مش ممكن تقول عليها لحمه ولا الشوربه جيب لي ميه سخنه ولا حته تقرف وسميها شوربه كل مره برميها من الشباك ما اني بقالي يومين وجعان والله العظيم ثلاثه جعان يعني اعمل ايه افضل جعان ولا الشاي الشاي منتن وريحته سمك وزفر يعني اشرب الشاي زفر والله اشرب الشاي زفر عايز اشرب الشاي زفر كمان ها يا فندم
انا متاسف جدا للي حصل ده كله والله العظيم يا فندم، وحب اكد لسيادتك يا فندم ان كل حاجه هنا معتبره جدا يا فندم. واللحمه يا فندم، اللحمه كويسه والله قوي، دي لحمه الفيوم لا يعلى عليها يا فندم، دي ما بتنزلش من السلخانه يا فندم الا بعد ما بيكشف عليها دكتور. والله يا فندم انا مش عارف ازاي ده حصل والله العظيم. على كل حال اذا كان سعادتك يعني متضايق او مش مبسوط هنا، انا ما عنديش مانع انقل سيادتك في حته ثانيه يا فندم. لا انا متشكر قوي. انا فاهم توصل ايه حضرتك في المكان التاني، السجن مش كده، لكن ده لا يمكن يحصل، مستحيل اطلاقا. ازاي تجرأ سعادتك وتعمل عمليه زي دي؟ انا مساله زي دي لا يمكن اسكت عليها، ولازم اكرم المسؤولين، يعني لازم اكتب كده لوزير الداخليه فورا على المساله دي، فورا لوزير الداخليه، فورا فورا فورا. يا فندم انا والله العظيم يا فندم انا متاسف جدا للي حصل ده كله، ومفيش داعي يا فندم والله العظيم حكايه يعني الشكوى لوزير الداخليه دي. اصل انا رب عائله يا فندم، ما تودينيش في داهيه والله العظيم. النبي انا عندي عائله والله. لا عشان رب عائله وعندك اولاد تقوم ترميني في السجن؟ طب والنبي لا يمكن اروح معاك العظيم يا فندم، حتى لو كان عندك قرطه عيال بحالك فندم. والله العظيم يا فندم، والله العظيم احب اكد لسيادتك يا فندم ان جميع الشكاوي اللي اتقدمت فيا دي كلها شكاوي كيديه يا فندم. مسألة ان انا امرت بقفل السينما لان صاحب السينما مرضيش يدخل العيلة مجانا كل يوم، ومسألة ان انا مسكت محمود الكهربائي ضربته وعدمته من الضرب وحطيته في السجن، ومسألة ان المساجين ما خدوش الجراية، ومسألة ان انا مسكت الجزار جلدته وحطيته في السجن برضه، كلها اشاعات يا فندم، اشاعات لا نصيب لها من الصحة والله العظيم، كلهم كذابين حقودين. مالي انا ومال الاشاعات اللي بتقول عليها حضرتك؟ كلهم حقودين. مالي انا ومال الاشاعات اللي بتقول؟ طب نفرض انك مسكت الجزار وضربته ودخلت السجن، معناها ان اسكت لك لما تعمل فيا كده انا كمان؟ ده لا يمكن يحصل ابدا، مستحيل اطلاقا. انا بنكرش ان عليا فلوس صحيح، لكن انا هدفعها لما اجيلي فلوس، لكن انا حاليا معذور. يعني سيادتك ما تعذرش؟ انت ما بتعذرش. يا تعذر كل واحد يتعذر والله العظيم. ده انا معذور يا فندم، والله العظيم ده انا معذور، انا معذور لكم دلوقتي يا فندم. يا فندم بقول يا فندم، ما دام سعادتك معذور يا فندم وكل واحد بيعتذر وانا معذور وكلنا بنتعذر يا فندم، انا بقول بالمناسبه السعيده دي احب يعني اقول لسعادتك ان انا معايا قرشين كده يا فندم. نعم. فلوس فلوس معايا فلوس، يعني معايا فلوس في الجيب ومعذور. والله العظيم معايا فلوس يا فندم اهي. ايوه بس يعني معايا تحت امرك يا فندم. اطلعهم؟ انا اطلعهم هم. والله العظيم فلوس اهي، والله العظيم يا فندم. يعني ممكن تحت امرك يا فندم. انا خبر ابيض. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل 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 يا فندم. والله العظيم مفيش داعي ابدا ان سعادتك تتعب نفسك وتعدهم، ما تعدهمش ابدا. لا ده ما تعدهمش، ده انا كان عايز 15 اديته 30 يا ده. انا متشكر جدا يعني يا فندم. العفو. في الواقع انا مش عارف اشكرك ازاي يا فندم. العفو. العفو بقى يعني هو جت كده يعني. العفو يا فندم. العفو. سهلا. العفو فندم. اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا. العفو يا فندم. العفو. اتفضلوا طول النهار قاعدين. اصلا واقفين يا فندم، طول النهار واقفين على الطريق قاعدين. واقفين قاعدين واقفين. لا واقفين. طيب دي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلوا يا علي. يا عم علي. يا عم علي. يا عم علي. خد يا علي. ايوه اسمع، ده الولد الصفراجي. صفراجي؟ ايوه بتاع الواد. ايوه الولد بتاع الواد اسمه الصفراجي. ايوه مسمينه صفراجي. وال ايوه يا اللي فاهم حاجه ولا انا؟ العفو يا احنا سعداء جدا. العفو يا احنا اللي سعداء جدا يا فندم. وسهلا. تصور بقى انا ساعه ما شفت حضرتك دخل عليا اللوكان ده افتكرت بقى انك جاي يعني. غريب جدا. بقول يا فندم اصل انا والحاج علوان كنا بنعمل جوله تفتيشيه كده في البلد، وجينا يعني نشوف اللوكان ده دي. اصل سعادتك عارف ان اللوكان ده دي هي اللوكان ده المحترمه الوحيده في البلد. ايوه فندم، ما بينزلش فيها الا الناس المحترمين اللي زي سعادتك كده.
فانا احب يعني اتاكد بنفسي من ان كل حاجه ماشيه كويس، واحب كمان اتاكد ان الضيوف والسواح اللي زي سعادتك والناس المحترمين واللي مراكزهم كبيره سعداء ومتمتعين باوقات كويسه واللقانه نظيفه وظريفه. والحمد لله اديني اتاكدت من كل حاجه بنفسي اهو، وتشرفت بمعرفه سعادتك. من العكس ده سعيد اللي تشرفت بمعرفه سعادتك. والله العظيم ده انا تشرفت سعيده جدا يا بنت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اللي تشرفت فعلا. العفو. يا اهلا وسهلا. والله يا فندم ايوه يعني احب اسال سؤال يا فندم. اتفضل اتفضل. سعادتك يعني أيوة. كنت مسافر على فين يا فندم؟ انا؟ ايوه انا في الواقع كنت رايح العزبه بتاعت بابا في السوهاج. عزبه بابا؟ ايوه بابا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وسعادتك يا فندم. سعادتك يا فندم. ايوه اظن السفر متعب جدا اليومين دول. متعب. سعادتك تعبت في السفر خالص. ما تعرفش متعب يعني لما يكون الواحد متعود على العيشه في مصر فجاه الاقي نفسه في وسط فلاحين. يا خبر ابيض. مساله مزعجه جدا. انما سعادتك يعني رايح العزبه تعمل ايه يا فندم؟ ولا حاجه والله. لكن بابا مصمم لازم اروح ازور العيله. كمان عاوز يعرف ليه انا ما ترقيتش لغايه دلوقتي. تصور بقى سعادتك متهيألي ان الواحد طول ما يحط رجله في الحكومه يعمل وزير على طول. يا الله ده ظريف بشكل بابا سعادتك جدا. ده ظريف جدا والله العظيم. يا سلام ده ظريف بشكل بابا سعادتك. ده انا ما شفتوش انما ظريف جدا والله العظيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عقبال ما بابا سعادتك يجينا يا فندم. اهلا وسهلا. بقول يا فندم سعادتك يعني هتقعد في العزبه كتير هناك ولا؟ والله برضه مش عارف. لان بابا راجل عنبي خالص. جايز بقى يعرف ان انا يعني عشان لسه ما اترقيتش يقول له اقعد جنبه عشان ادير العزبه وادير الاموال. لكن طبعا مش معقول ازاي شاب مثقف زي يعيش في وسط فلاحين. والله العظيم عندك معقولة طبعا. والله سعادتك عندك حق يا فندم. فلاحين ازاي الواحد يعيش في فلاحين؟ او عندي سعادتك مثلا انا عايش هنا في الفلاحين بقالي 10 سنين يا فندم، بضحي بكل وقتي، بضحي بكل جهدي، بتعب يا فندم، يا دوب ساعتين اتنين بشتغل ليل نهار والله يا فندم، ساعتين اتنين اللي برتاحهم في اليوم يا فندم، في الشهر، والله العظيم في السنة يا فندم، ساعتين في السنة اللي برتاحهم، والله العظيم يا فندم، وده كله ليه؟ بضحي عشان الأهالي يكونوا مرتاحين يا فندم، حد عارف أنا بعمل إيه؟ حد في مصر مقدر اللي أنا بعمله ده؟ وعشان إيه؟ في رب موجود يا فندم، كله بتواب الحمد لله يا فندم. فندم. نعم. ايه ده يعني ايه الاوضه حر؟ ايه دي الاوضه حر؟ ايه دي الاوضه حر؟ الاوضه حر يعني كده يعني الاوضه حر؟ حر قوي يا فندم. فعلا ده حر خالص. زي سعادتك ده حر جدا. حر ده. يا بقى ظروف الواحد مستحملها غصب عنه. ولا بقى تصور بقى حضرتك الناموس اللي في الاوضه وفي الحر كمان. الناموس اقدل فيه. الناموس اقدل والله اقدل فيه يا خبر. وانت ارجوت اقدل اعرابك. يا ساتر يا ساتر. حاجه مش معقوله يا سعادتك مستحمل ده كله. يا ظروف يعني يا ساتر. ظروف يا خبر ابيض يا فندم. يا ايه يا ايه يا ساتر. نعم. يا ايه ده يا سلام. هو ايه يا خبر ابيض. نعم. دقيقة واحدة. كل الأوضة ضلمت. أنا نعم بقول يا سعادة البيه. أيوة إيه الحكاية؟ حكاية إيه؟ هي الأوضة ضلمة ولا أنا اللي نظري ضاعت فجأة؟ الأوضة ضلمة كمان؟ استنى لما أشوف كده. أو النبي تعرف إيه؟ تعرف إنها ضلمة؟ هي إيه؟ الأوضة. أنت فين؟ لا لا لا. سعادتك مستحمل ده كله إزاي؟ وبرضه ظروف. يا سلام. مش كده تلاقيني عارف أقرا ولا عارف أكتب ولا يعني أزاول أي مهمات ولا مشاغل. الله يكون في عونك. ظروف. الله يكون في عونك. المراكز الكبيرة دي مسؤولياتها صعبة جدا يا فندم. سعادتك يعني بتضحي كتير وتعبان كتير في خدمة الدولة يا فندم. ما ناخد البيت. بقول يا فندم. نعم. عندي فكرة ظريفة طرقت على دماغي دلوقتي. طرقت يعني. مش معقول يا فندم. مش معقول ابدا. هو ايه معقول يعني؟ ما معقول سعادتك يعني هترضى وتتنازل وتوافق؟ والله العظيم مش معقول. بس قول بعدين انا اقول لك مش معقول. هو ده معقول ان سعادتك تتنازل يا فندم؟ لما اعرف يعني. والله العظيم مش معقول برضه يا فندم. يا سيدي جايز يكون معقول بس فهمني. بقول يعني يا فندم. ايوه. اصل احنا عندنا اوضة ظريفة جدا ولطيفة. واصلها بحرية. والله. مش هوا. كده. مش حر خالص. ما فيهاش حر. مش حر ابدا ابدا يا فندم. وكمان نورة. نورة جدا ظريفة عندنا خالص.
بقول يعني اذا كان سعادتك يعني ترضى وتتنازل وتتكرم وتشرفنا ده يبقى شرف كبير يا فندم قوي. والله العظيم معقول ومعقول جدا والله العظيم على الاقل احسن من ايه اللي جبت دي. والله العظيم انا مصدق. لا تعرف ده انا هتبسط بشكل والست بتاعتي كمان هتبسط بشكل كمان. بس الست بتاعتي معقول دنيوب زينا. اه والله العظيم خصوصا اذا كان الضيف شاب ظريف ووسيم ومثقف زي سعادتك كده. اقول والله العظيم يا فندم احنا سعداء جدا يا فندم. اهلا وسهلا. احنا سعداء جدا. الله يخليك. فرصه سعيده خالص. اسعد والله. نعم. بس يا فندم انا بعد اللي قلته ده هو يا فندم ايوه لي رجاء واحد يا فندم. اتفضل. الرجاء ده هو ان سعادتك ما تفتكرش يعني اني انا بقول الكلام ده او بعرض العروض دي والمقترحات دي يعني من باب المحلسة او من باب مسح الجوخ يا فندم. لا انا لا طول عمري راجل محبش اتنحلس ابدا مسألة وامسح جوخ لحد ابدا. الراجل دغري واللي في قلبي على لساني والله. مسألة واضحة جدا يعني. باين جدا انك ما عندكش لا محلسة ولا مسح جوخ ولا كلام فاضي يعني. وانا كمان زيك والله. وعجبت بيك جدا. وعجبت بصراحتك وببساطتك وقلت محلسة. الله يحفظك. الله يحفظك. انا ندهت له يا يوسف. تفضل يا حاج السفراج. تفضل. قول لي بقى فين كشف الحساب؟ حضرتك اللي شايفه النهارده الصبح على لحقت نسيته. ايوه نسيته يا اخي. قال لما انسى عايز كام؟ اول يوم طلبت عشاء كامل وثاني يوم طلبت 100 مقلي وفول وطعميه في الغدا. ده على التفاصيل المحرجه دي. عايز كام على بعضيهم؟ حساب اهو. والله يا فندم بقول لسعادتك يعني مفيش داعي لمساله الحساب دي يعني. هي والله مفيش داعي للحساب. روح يا ولد خلي الحساب ده بعدين. حاضر يا فندم. والله فكره ظريفه جدا. روح يا ولد خلي الحساب ده بعدين. والله يا فكره ظريفه فعلا. روح يا ولد خلي الحساب بعدين. ده كلام مظبوط خالص. قدم يا ولد خلي الحساب بعدين. جار بمناسبه يعني ان انا تشرفت بمعرفه سعادتك واتقابلنا يعني والفيوم نورت يا فندم بوجودكم. ما تحبش سعادتك يعني من باب العلم بالشيء انك انت تاخد فكره يعني عن المؤسسات اللي موجوده في البلد وتاخد فكره كمان يا فندم ازاي المؤسسات دي ماشيه وازاي يعني الانتاج وحسن الاداره لازم ايه يعني. تاخد ايه يا فندم؟ ما هو سعادتك شرفت لازم تشوف البلد ماشيه ازاي والمؤسسات ماشيه ازاي. والله ما دام الموضوع كده ما عنديش مانع يعني فرصه برضه. يا فندم واذا كان سعادتك تتكرم وتتنازل برضه نزور المدرسه الثانويه يا فندم. والمدرسه الثانويه وعشان ايه بقى؟ عشان تاخد فكره عن طرق التربيه الحديثه وتشوف المدرسه ماشيه ازاي. والله برضه ما عنديش اي مانع خصوصا يعني اذا كانت مدرسه بنات. بقول كمان يا فندم اذا كان واحنا راجعين من المدرسه كده نبقى نمر على السجن. ها؟ لا انا بقول لسعادتك يعني مفيش اي داعي لمساله السجن ولا المركز. والله انا كنت بقول يعني تفوت على المركز والسجن تاخد فكره يعني عن طرق تأهيل المساجين وازاي عايشين ازاي وازاي الجرايه بتتصرف لهم بالتمام والكمال. لا 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 وازاي هم مبسوطين في السجن. هم مبسوطين كده مفيش اي داعي. والله العظيم مفيش اي داعي لمساله المركز. مش عايز تروح؟ لا مفيش داعي. والله اللي يعجب سعادتك زي المدرسه يعني خلاص ما دام سعادتك مش عايز تروح السجن بلاش السجن. مفيش داعي ابدا تروح السجن. ايوه انا ليا رجاء صغير. اتفضل. بس انا كنت عاوز حته ورقه صغيره عشان اكتبها للست بتاعتي عشان توضب الاوضه. ورقه؟ والله انا متاسف جدا ما عنديش اي ورقه يعني. مفيش ورق؟ انما متهيألي ينفع كشف الحساب ده. هذا ينفع اهو ينفع نكتب فيه كلمتين. شوف يا رجاء. والله ده شوف بقى. ايوه ورقه منهم وديها للست في البيت المدام. عشان تحضر الاوضه. طيب فاهم. طيب الورقه الثانيه للدكتور خير في المستشفى. الدكتور خير في المستشفى عشان تفوت عليه هناك. حاضر. فاهم. حاضر. اوعى تنسى. لا انسى ازاي. اوعى تلخبط الورقتين في بعض. طيب يلا على اذنك يا سعاده الباشا. مع السلامه. على الطلاق انت نورت بلدنا. يا اهلا. خبي يا اهلا وسهلا. لا ما تقلقش دي عارفه دي. ما تقلقش دي عارفه. لا اهلا وسهلا. قول يا فندم. ايوه يعني عاوز اعرض عرض. اتفضل. انت عروضك كتير قوي. لا يا فندم احنا كلنا تحت امرك في خدمتك يا فندم. بقول يا فندم سعادتك تحب تركب عربيه سعادتك وانا وعلوان نركب مع سعادتك وانت سايق سعادتك علوان يقعد جنب سعادتك وانا اقعد ورا سعادتك ولا سعادتك تحب تركب عربيتنا والسواق يسوق وسعادتك تقعد جنبي وانا اقعد جنب سعادتك وعلوان يقعد جنب السواق وهو سايق سعادتك. ممكن تاني والنبي. هاي يا فندم تحت امرك. بقول يا فندم سعادتك تحب تركب عربيه سعادتك
وتسوق سعادتك وانا اقعد جنب سعادتك وعلواني اقعد ورا سعادتك وانت سايق سعادتك وانا قاعد جنب سعادتك، ولا سعادتك تحب تركب عربيتك والسواق يسوق في عربيه سعادتك وبعدين انا اقعد جنب سعادتك وعلواني اقعد ورا سعادتك وانت سايق سعادتك وسعادتك تزور جميع المؤسسات سعادتك وتشوف كل حاجه سعادتك ترجع. ممكن يعني ولو ان فيها سعادة ادب تاني بس بالراحه راحه اه كده واحده واحده. بقول سعادتك تحب تركب عربيه سعادتك وتسوق سعادتك وانا اقعد جنب سعادتك وعلواني اقعد ورا سعادتك وانت سايق سعادتك، ولا سعادتك تحب تركب عربيتك وتسوق وانا قاعد جنب سعادتك. تعرف بقى بتهيألي كده بالبركة الأولانية كانت أحسن. يعني عربية ساعات؟ لا خلينا في الثانية بقى. يعني عربية كده مع اتفضل اتفضل ساعات ساعات محفوظ اللي تيجي. لا والله ما تفتح برضه يعني انت برضه صح. خد ساعات الباشا يا ثمر ابيض ساعات الباشا. اتفضل يا ساعات الباشا. خد ساعات اتفضل يا ساعات الباشا. اتفضل اتفضل يا ساعات الباشا. يا باي مين ده؟ مين ده باي تصدر عاشق؟ طب ايش نفاشق؟ انا بس هلو كل ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ مش تراهم مليت شغي الباب ده وتنطلق يا باي يا اخي مليت شغي الباب ده ايه ده؟ اسمع يا اخو والله انا عايز منك ايه خير وخدام؟ توضب الهدوم بتاع سعادة الباشا وتستفها في شنط سعادة الباشا وبعدين تاخد الشنط وتنزل في الشارع. هيقابلك اي غفير او اي عسكري بتوع المديرية اسأله على بيت مدير المديريه ساعات اسماعيل بيعزوز. نعم بيعزوز. ايوه فين؟ وبعدين تودي الشنط هناك وبعدين المدام هتاخد. ايوه خلاص انا فهمت الوصف. خلاص خلاص اسماعيل بيعزوز مدير المديريه. جميل الشنط. اوعى تنسى حاجه. الشنط اوعى كل حاجه. يا ماما لبسيني يا ماما وتغيبة حضرتك في اللبس قوي. ايه بقى اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ايه بس يا ماما ما كلها دقيقتين ولا ثلاثة وعم عنواني جالك على كل اللي حصل. هما الدقيقتين دول عندك ايه؟ ساعتين يومين ما فاتت ساعة هو ولا حد جه ولا قال حاجة ابدا. يلا نعمل ايه بس يا ماما؟ يا سلام. ايوه يا اختي الحق عليا انا. انا كنت جيت وقعدت هنا معاهم وسبتك انت تتنقي تلبسي ما تلبسيش انت حره. يعني بابا كان هيقف تقعدي معاهم يا ماما؟ ما يوافقش ليه يا اختي؟ هو انا بستخبى على مين فيهم؟ ما انا ببان عليهم كلهم وبقعد معاهم كلهم وبلعب معاهم الورق واكل واشرب وكل حاجه. عارفه يا ماما عارفه. لكن انا عايز يعني ان ده كان اجتماع رسمي يا ماما. يا سلام. ايه يعني رسمي؟ رسمي ولا مش رسمي؟ وانا ما احضرش ليه الرسمي؟ وهو ابوكي يعرف يحدي ولا يبدي ولا يقول كلمتين على بعض غير لما اقول له انا الاول وهو يوافق؟ زمانه طيامها زي عوايده. ماما ماما. ها في ايه؟ شايف حد بيجري هناك اهو باين عم يشغل واد. وريني كده تعالي بص. فين هو بقى الوان؟ بقى بقى الوان يا شيخه حرام عليك بص ابني. طب والله العظيم عم الشيخ انوار هتجنني وتقول لي انوار. طب هو يا بنت بقى ده عدوان ده يا بنت يا عمشه يا عمله تعالي بس ايدي. طب هقرب اهو خير عم الشيخ انوار بقى انا بقى الرين اللي قرب كل حاجه عندك ضرب ضرب. افضل اقول عنوان عنوان لما لساني ينشف وانت ولا انا لا 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 اهو طلع عنوان كويس او كده. قدم شوية يا راجل انت اتكلم. شوف يا اختي الراجل ماشي ازاي زي ما يكون ماشي على قشر بيت. هما فين دلوقتي؟ اتكلم يا راجل. ها طلع شديد يا راجل انت. البيت البيت فين؟ ايوه البيت جوزي. هو فين اليوم دي يا اختي؟
انت يا راجل. شوف المغفل الغبي مش عندي يتكلم ولا يقول اي كلمة. طب لف 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 وتعالي. اه يا بجن. ولاد الله فين ده فين؟ بقى والنبي ما انتش مبسوط من نفسك. بقى العصب علشان تيجي تقول لي حاجه تقول لي كلمه ولا حصل ايه بقى ايه؟ مفيش حاجه ابدا. ايش حاجه ما كنتش قريب؟ طب بس هل انه قول يعني بقى عشان مش عشان كنت مهدي يا شيخ انا ناقص اتقطع اسكتي بقى بجري يعني عشان مين؟ حاجة عشان ايه يا ماما؟ حصل ايه؟ ادرك ايه؟ ابصر ايه؟ مدرك ايه؟ قول لي قول لي يلا حصل ايه؟ ابصر ايه؟ مدرك ايه؟ هي امتى؟ هقول لك اهو الواحد قلبه بيقطع يا شيخ من كتر الجري مهدي. خد يا ست الدنيا مدير القابله بعت لك الورقه دي عشانك انت. هو احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا دلوقتي في المفتش جه ولا لا؟ حي ولا وحش؟ صغير ولا كبير؟ جدع لا يا شيخ جدع عظيم خالص. انما كده نتكلم زي ما يكون باشي علي الصلاة باشا وابن باشا كده. انا يا صغيرتي ما تنزلش الارض ابدا. بقى باشا طيب قولي كده عمره يطلع كام سنة؟ جدع كده يا ست ما بين 22 و 45 سنة. لا يا شيخ رب صغير ورور يا لهوي. انما ايه يا ست هان بيتكلم كده زي ما يكون عنده 50 سنة. ايه ده؟ الأوضة دي انا مش عارف ايه رفيق شنيعه شنيعه دي ما تعرفهاش ده عباره فرنساوي. انا هكتب لوزير الخارجيه فورا. هيكتب لوزير الخارجيه ليه؟ اسكت احكي لي يا استهان. تعال احكي لي. الاول هو كده كان زعلان خالص قاعد يقول ان الاكرامبه دي مش عجباني. الاكل فيه سمك يا سلام مش شايف الزفاره وكل مرغوط قبل الاعرابي يا سلام حياه النبي. الاول كان منافس كده وعمال يشخط وينطر وبعدين البيه المدير خده على قد عقل قعد يهديه ويقول له كلمه من هنا وكلمه من هنا وراح مظرفه الموضوع ايه واخد بالك كل حاجه مش يتعان. انما الاول يا لهوي كان شوي انا يعني على فكرت ان حد بلغ ضد البيه المدير وحياه النبي طلع عليا الطلاق بيه الثلاثه انا كنت واقف ارتعش. الله وانت تترعش ليه؟ وانت موظف وحد ما يرتعش يا ست هاني لما يشوف راجل زي كده ده باشي عليا الطلاق دي التلاته باشا وابن باشا هتيجي. انا نظرتي ما تنزلش الارض ابدا. قول لي يا عم الوان ايه يا روح؟ اسمر ولا ابيض؟ ايه؟ اسمر ولا ابيض؟ لا اسمر ولا ابيض قمحي. يا اختي قمحي يا لهوي. انما الاستهاني بيتكلم بالظبط كده زي ما يكون بتاع 50 سنة باشا باشا وابن باشا اكيد. وانا نظيف ما تنزلش الارض. استنى لما نشوف ابوها كاتب ايه في الجواب ده. ايه؟ يسرني ان اخبرك يا زوجتي العزيزة ان موقفي كان حرجا في اول الامر اعلان ولكني بمعونة الله وخيارتين وعشر قروش وطبق شربة ونص رطل ريش. لا 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 مش ريش 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 ايه ده؟ ايه اللي دخل؟ ايه اللي عارفة انها اللحمة يا ايه اللي دخل الشربة والعشر قروش والخيار والريش؟ اه اصل الريش هاي ما هي عارفة انها ريش اصل البيع المدير ما كانش ليها ورقه يكتب فيه ما كانش في الحساب القديم بتاع الاكام ده كتب فيه. قلت لي كده قلت لي كده. ولكن بمعونة الله أرجو أن يتم كل شيء على خير. وأرجو الإسراع بإعداد حجرة لضيفنا العظيم. أما عن الأكل فلا داعي لإضافة شيء على ما عندك فسنتناول طعامنا مع الدكتور خير في المستشفى. لكن بالنسبة للمشروبات أعدي لنا الكثير منها ومن كل الأصناف. أرسلي إلى مانولي يبعث لك أحسن ما عنده من الخمور وإلا سحبت منه الرخصة. وحيد
اقبلك يا زوجة العزيز. لا ده بقى حاجات يعني. لا دي بقى كلام بأثر. دلوقتي بقى لازم نوضب كل حاجه بسرعه قوي. لازم ضروري يا ماما. نادي بقى تفريحه. يا تفريحه استنى انت وهي. تفريحه يا تفريحه. ايوه لا مش انا نعم. تعالي هنا من الصبح بقى. ايه اسمع. تروحي دلوقتي تاخد الورقه دي اللي حدها لك. اعمل بيها ايه؟ اولع بيها بابور. تاخد الورقه دي وتخلي الواد سرور يقرا المحيه دي بس. استني يا مكسوره الرقبه. ما تخليش الواد يقرا الجواب كله لحسن فيك حاجات خاصه بيا. فاهمه ولا لا؟ طيب يقرا المحيه دي ويجيب الحاجات اللي فيها من عند مين؟ من عند مانولي. فاهمه؟ من عند مانولي. وانت تطلعي فوق وتوضبي ايه؟ اوضه. تحط فيها سرير وتسريحه ودلاب وشوفونيره وكل حاجه. ومطبخ. مطبخ ده ما تخيرت اللي تحط النوم. انت اتجننتي؟ خدي اياك ما تنقلي لي نمليه المطبخ تحطيها جوه. غوري جاتك وجع قلبك مطموره. عن ايه كده بقى يا استهان؟ انا رايح احصلهم في المستشفى. ايه هتعمل ايه في المستشفى؟ انت عيان؟ لا اصلهم هياكلوا. انت بقى تبقى تتوضعوا وتتحجزوا. يا لهوي اجري بقى على بطنك يا فوز. بقى احنا لازم نفكر حميد بايه يا نواف. ايوه يا ماما. قولي كمان انت عندك فستان غامق ثاني جدا. البيت الغامق كده اللي على كحلي ولا اقول لك طيب زي بعض البيت الاخضر؟ لا يا ماما انا مش عايزه البيت فستان الاخضر. الله. انا عايزه الفستان الاخضر. لا الا كده هتلبسيني فراس حضن وتقعدي في وسط الناس. الله لا انا اللي هلبس احمر. انت تلبسي احمر يا بابا؟ هلبس احمر معلم كده وانت تلبسي. شوفي بقى ده كان الكحل ده حلو قوي. اقول لك البسي الاخضر زي بعض. لكن يا ماما الاحمر ما يخش عليكي. ليه بقى يا ست هانم ما يخش عليا تقدري تخدودي؟ لان الاحمر عايز واحده بيت. ليه يا شيخ؟ وانا ايه؟ سودة زحمة. حضرتك اللي بيضة قوي. قلبك كله من جوه حضرتك. لا يا ماما لسه حضرتك. سيبيني اتكلم يا ماما. قولي يا اختي عاوزه تقولي ايه؟ ماله الاحمر على ايه؟ اقول يعني لانك مش بيضه يا ماما. اللي شايفه. لا انت اللي بيضه. انت اللي حلوه. اسمعي يا بنت انت انا احلى منك واصغر منك. قلبك بيضه. قدامي بيضه وبيضه وامي بيضه كمان. انا ماليش دعوه براسي. هتلبسي يا الفولي يا الاخضر والا انا ماليش دعوه براسي. يا قلبك اللي اطلع عيني. ماليش دعوه براسي. ماليش دعوه براسي. يا سنيوري الشيخ برضه فينا بتاعت البيت مدير المدرية. شو العمل فيه؟ مين يا جدع؟ طب يا بنتي فضلك عليا شوية. صح هي مش تقيلة مش تقيلة لكن يا مغزى المعدة فاضية. ايه؟ الأم قول لي ايه؟ هو ده شجيع؟ باشي ده سمين. سيبك طبعا ده مش باشي. سيبي باشي. يا باشي يا باشي يا باشي يا نار ده باشي ونص كمان ده باشي. جرى لما بيجي لا مش جاي. ما بتجرى؟ لا والله. طب تعال. لا والله ما انا جاي. ايه دي؟ مفيش امال عيالك انا مخطوب. مخطوب ولا مالي يا بنتي مخطوب ولا عازبه؟ انا كلمتك. تعالي تعالي هقول لك كلمه واحده بس. لا مش جاي. النبي لا انا عارفه انت عايز ايه. انت عايز استغيثي شبابات. يا ابني يا ابني لا لا ما تخافيش يا بنتي انا متوافق. بجارة بجارة. الملك ايه؟ لا الا. حريف كتير. لا الا. يا دي ايه انت جدلان ده وانت سوادي. هتبقى على قدم الدكتور عشان الاقي. عايز ايه يا بوتكو؟ ما ايه يا حضرين يا بتاش؟ الله بقى.
اللي بعد الخطب الجاد. ايوه اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ اسمي تسريحي. عاشت لسان يا ست تسريحي. تفريحي بالقوة المربوطي. ايه؟ اللي بيه بقى يا ست مربوطي. ما لديش يعني عندي في الدين من باب الشفقة والرحمة للحيوان يعني لقمة مكلوه لقمه ايوه. لا والله ما عندناش عيش لكن يعني كده في حبة مكرونة وحتين نحوة فايدين من الغاب يا ابو اللحم المكرونة بخصم بدا لو كانت المكرونة سباكنت هتكون حتى المكرونة سباكنت دورة بدا شيني معايا شرطة بدا ولنين على اللي عندي بس تسريع على المطبخ بدا وبالدان مكرونة يا بود يا بود كونك يا سيوش انت شوف المكرونة واللحم كن معانا كن معانا 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 انا متشكر جدا على الاستقبالات الفخمة اللي انا شفتها النهاردة العرضة زي عمري ما شفت احتفالات العرضة ولا استقبالات زي دي والله يا فندم حاجات كتير يا فندم موجودة عندنا هنا في مديرية الفيوم مش موجودة في اي مديرية تانية في اوروبا ولا في العالم كله يا فندم والله عظيم العظيم يا فندم والاكل بقى الاكل كان حاجة مفتخرة جدا حكي انا اموت في الاكل كويس لا اقولي احنا اتغدينا فين النهاردة اتغدينا فين يا اسماعيل ايوه في المستشفى اتغدينا فين مع الدلفين ايوه يا فندم ده حاجة كده بنستعمله في الحالات المستعصية انا اموت في الحالات المستعصية شكرا يا فندم انا عارف يا فندم انا سعادة الباشا احب اؤكد لسعادتك ان احنا بنشتغل في منتهى النشاط يا فندم مفيش ولا عيان بيستحمل في ايدينا اكتر من يومين اتنين بس وكل ده بقى يا فندم ان في خدمة ممتازة في علاج مطبوخ ده كله حسن الادارة يا فندم حسن الادارة وجمالها يا باشا اما واجبات مدير المديرية فهي واجبات صعبة واجبات معقدة ومسؤوليات جسيمة وربنا وحده هو اللي يعلم قد ايه انا بضحي بوقتي بضحي بصحتي بضحي بمستقبلي وعشان ايه في سبيل ايه عشان رتبة عشان علاوة عشان درجة ابدا والله ابدا ربنا هو اللي يعلم انا بعمل كده ليه كله لمصلحة الدولة وكله لخدمة الدولة وربنا على ما اقول شهيد برافو برافو انت عايل جدا قول جمال برافو نقول يا فندم اهلا وسهلا اما انا يا فندم انا مصدقك من غير ما تقول اي ظريف ظريف سعادتك مبسوط يا فندم اهلا وسهلا الحمد لله اهلا وسهلا سعادتك منورنا يا فندم لا انا اقول لي يا فندم انتوا بتقضوا وقتكم هنا ازاي يعني ما بتلعبوش كوتشينه ما عندكوش كده نادي مار مثلا يعني عياذ بالله يا فندم عياذ بالله كوتشينه يا فندم يا خبر ابيض ده انا عمري ما شفت كوتشينه وعمري ما لعبت كوتشينه يا فندم ده انا والله لو شفت كوتشينه اقول عليها بينج بونج يا فندم والله كوتشينه ايه كوتشينه دي كمان يا طلاق في ثلاثه فهم دي ما بيعرف يلعبها شريف مصاب ولسه تتبن مني البروحة مصاب انا يا فندم انا اصلي مكرس كل وقتي لخدمة الدولة يا فندم ما عنديش اي وقت اصرفه في اي حاجة يا فندم انا مكرس كل وقتي لخدمة الدولة والله يا فندم يا كتير جدا اللي بتقوله ده ايوه يا فندم انا معاك ان الكوتشينة بتضيع الوقت والفلوس لكن هي تسلية لطيفة لازم الواحد يتسلى انا شخصيا احب اتسلى كتير جدا لان لازم يتسلى بقى اتسلى فندم لازم يتسلى سعادة الباشا ايه تسمح لي سعادتك وتتكرم وتتنازل ارسلتي جات يا فندم العائلة تسمح لي اقدم لك عائلتي يا اهلا وسهلا طفف هون المرات يا فندم
تصرفنا جدا يا ملام. ده انا اللي اتصرفت يا سعادتي الباشا. انا اتصرفت جدا بمعرفة حضرتك النهارده. ده انا سعيده جدا والله. اتفضل اقعد سعادتك. لا 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 انا سعادتي كلها بموت جنبي. سعيد خالص. اهلا وسهلا بيكي. لازم بقى سعادتك تعبت جدا وانت جاي من مصر للفيوم. انا في الواقع تعبت جدا قوي. لكن الظروف تعرفني بيكي عوضت عليا كل اللي حصل. لكن سعادتك بتجاملني جدا. ابدا مفيش مجامله اطلاقا. ده انت تستاهلي كل خير في الدنيا. لا انت تستاهلي يعني تستاهلي كده. اقعد نزل ليه يا اخوانا. ها؟ اقعد من فضلكم اقعد. مراكز نوعا يا فندم مراكز. لا مفيش اي داعي لمراكز المراكز يا جدع. حاضر. قلت اقعد انا اقعد. قعدت بس اقعد اقعد تبقى تقعد. حاضر. انا اقعد. لان انا شخصيا راجل متواضع. ايوه. ما احبش المظاهر ابدا. باين يا فندم. احاول دايما اخفي مركزي عن الناس. ايوه. ولو اني يظهر ان ده مستحيل فعلا. لان مفيش حتة انا اظهر فيها او اروح فيها. لما الاقي الناس كلها تشاور عليا تشاور عليا انا. ايوه. وكل يوسف محمد اهو 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 يوسف محمد اهو. لا 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 يوسف محمد اهو 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 عليكم واحد. ان سعادتك مشهور جدا جدا يا مدام. لان انا كل الممثلات الجميلات في مصر اصحاب. يا سلام. مر. لان انا بكتب للمسرح بكتب روايات للمسرح. والله يرحمه الشاوي من الشاعر المعروف كان صديق شخصي ليا. المناديل. ايه وانا شوقي بينا يا احمد. انا كنت اروح له كل يوم بعد العصر يقول له ازاي الصحه النهارده يا باشا. ينزل دماغه ويقول لي مش بطال. يقعد كده يجي ساعة ما يتكلمش ولا كلمة. اصله كان شاعر يعني غريب الاطوار. وحضرتك بقى بتكتب للمسرح. امال انا ايام المجلات نشرت لي قصص وروايات عظيمة جدا. واخر رواية قلبتها كلها من الواحد. يا سلام. ما انا بقى بتتمثل دلوقتي في الاوبرا في مصر. الاوبرا. لكن انا لسه قارية في الجورنال النهاردة ان الرواية اللي بتتمثل في دار الاوبرا رواية اهل الكهف. مظبوط اهل الكهف. تكون طالعة جدا ومثقفة جدا يا مزمزيل. وحضرتك اللي مألفت بقى. ايوه حضرتك. لكن يا ماما ده اللي مألف اهل الكهف توفيق الحكيم. يا بنتي ما دام بيقول ان هو اللي مألفها يبقى هو توفيق الحكيم. لا 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 هو الانسة عندها حق. شفت يا ماما. لان دي صحيح الرواية اسمها اهل الكهف بتاعت توفيق الحكيم. ايه. لكن اهل الكهف اللي في الاوبرا بتاعتي انا. لان انا الكهف بتاعي غير بتاع توفيق الحكيم. انا الكهف بتاعي على الشمال وانت داخله. على الشمال؟ اه. شفت الكهف بتاعه فين؟ اه على الشمال. لان انا ياما نشرت لي المجلات قصص وانا مشهور جدا. الشهره دي حاجه عظيمه جدا. وارجوكم اذا جيتوا مصر في يوم من الايام ضروري تزوروني في بيتي. انا بعمل حفلات رخيصه جدا. وعظيمه جدا. حفلات دايما فايده واكل. لازم حفلات عظيمه جدا. مش ممكن اقدر اوصفها لك يا هاني.
اصناف الاكل بس اللي على الترابيزه يجي 300 سمك. غير الشوربه غير الشوربه من كل ليله مره كمان يرتيخ حته بطيخ كلنا 20 واحد وفضل بقى 100 ثانيين. ايه البطيخة دي بكام؟ بخمسة جنيه بس. يا أكثر يعني مع مجموعة ضخمة جدا من الوزراء والسفراء. لأن أنا راجل ظريف جدا. إنما أنا ظريف. أروح مع السفراء كلهم. جميع السفراء والوزراء. مع السفير البريطاني والسفير الألماني والسفير الأندونيسي والسفير ونهزر وطاولة. ما راح مدير الدوائر الملك الظني في البيت. كان عندي مشكلة ضخمة جدا. وأنا توصفها ليه هو. وقال لي يا باشا أنا عايزك توصفك لي في المشكلة. قلت له ايه؟ هو كلامي طيب جدا. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب الله. هو رئيس وزراء. عارف حضرتك. أنا رئيس وزراء. كان عيون جدا مش عارف عندي ايه عندي حفلة عندي انجل شلل اطفالك وعيان اوي والملك كان عايز حاجات مستعجلة لازم دلوقتي تتعمل طلعتني انا عشان انا ارقص الوزارة طول ما انا مش ممكن ارقص الوزارة هيا ايش ماشي تعال ارقص الوزارة عشان انا مش فاضي عشان ارقص انا لازم ترقص انا مش ممكن ارقص انا ارقص انا مش فاضي عشان انا ارقص انا ارقص قاعد يبعتولي مرسال ورا مرسال لما عدد المراسيل تحت بيتي تعرف دي كام؟ 1972 وثلاثة من عشرة مرسال كلهم واقفين قدام البيت ويقول يا يوسف باشا تعال ارقص الوزارة. انا اتذكرهم بالرقص شمر قلت لهم لحضراتكم الوزراء انا قدرت ارقص الوزارة بس على شرط جميع الوزراء يمشي كويس كلهم يقفوا صف ويمشي كويس حد يروح كده ولا كده ولا كده ولا كده كلهم يمشي كويس كلهم يمشي عاملين فنيين 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 هو واحد عامل لك واحد استوى في نص ساعة وبعدين خرجت من الوزارة على القصر الملكي على طول كنت القصر الملكي ساعة واحدة بعد نص الليل الملك كان نايم كان نايم ساعة ما سمح حس وانا داخل انا على طول يروح وعايز انام جدا نبل سعيد اكبر منام مالك روحي يا احبك يا باشا يا سنان سنان يا 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 سنان Thank you.
عم يا جعفر يا اخوي عليا الطلاق دي الثلاثه، انا ما شفت راجل عليه هيبه بالشكل ده ابدا. امال يا انوار مش بقول لك من بدري ده انا تعبان وكمان طلاق بالثلاثه انا ممكن من قعش من الخوف. قعش الله، انا كنت هموت من الخوف. حد يا جدع من الخوف ده كان ليه؟ ليش تقول على حاجه؟ يا عيني تعالى تعالى يا إيه؟ انا رايح لكامل بيع ليش هقول له على اللي حصل. روح يا إيه؟ وانا رايح معاه كمان. اسمعني سليمان بيه، انا خايف يا سليمان بيه، انا بترعش دلوقتي هيفوق من سكر يا سليمان بيه، ومن عارف هيعمل فينا ايه ولا ايه. جدة شمعة يا امها شبوني يا بيه، جدة شمعة يا امها عم اذنكم. مش معقول ابدا في تفتيش في الدنيا، مش معقول يا جماعه تفتيش ايه ده؟ روحنا في داهيه، مش معقول انا نسيت يا جماعه، انا ماشي بداهيه تفتيش. يا سلام، اما راجل خفيف جدا ولطيف ودمه زي ده. يا سلام على مريم، هو كان معجب بيا جدا، كان معجب بيا قوي قوي قوي، وما نزلش عيني ومنه طول الوقت طول الوقت يبص لي انا. نعم ده كان يبص لي انا. ايه ارحيني سيدي كمان، ايه اللي كان بيبص لي؟ لا كان بيبص لي انا. لكن تبص لي فعلا ما تكلميني بقى، ما بصلكيش، بص لي انا. ده طول الوقت كان بيبص لي. لا كان معجب بيا انا وبيبص لي انا، والله العظيم كان بيبص لي انا يا ماما. اسمع بقى، انا المقاوحه دي هتجنني. انت مش بتعرف انا بعمل ده، بقول لك انا بص لي انا كان بيبص لي، انا كان بيبص لي. الله نام 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 وغطيته ما لقيتش الحاف. ايه الخبر ابيض؟ ايه الخبر ابيض يا جدعان؟ ما كنت الحكايه دي حقيقي، ما كنتش حق السر بالشكل ده يا ناس. الواحد مننا لما بيسر بيبقى اللي حبه على لسانه كله، ربنا يسر ده وكان كل اللي قالي ده حقيقي. ربنا يسر كده ويطلع كده ويروح عند جلال كده. كامل ابن تبوع تعمل ايه؟ ابني راح له في يوم وانت تخيل على الجيش تنادي وتقالي طب نعيم ايه؟ الله نعيم ايه؟ الله قولي كده يا ابو تخوف ما بخليش. ايه يا اسماعيل؟ راجل دمه خفيف وزي السربان، ايه يا حاجه ترعبني ولا تخوف؟ انتوا كده يا ستات ما بتقدروش المسؤوليه، ما بتفهموش يا ناس، المسؤوليه دي كلها على دماغي انا، دماغي محدش حاسس بيا ابد، محدش حاسس باللي انا فيه، افهموا بقى يا ناس. على فكره انا عايز اقول لك حاجه كمان، يعني انت حضرتك يعني رافعه الكنفه بينك وبينه كده هو، وعماله تتكلمي معاه زي ما تكوني بتكلمي علوان ولا عرفان. يا شيخه مش كده يا ناس، مش كده، قدام المنافس ده باشا، مفيش عام يا ناس. طب والنبي ايه اللي زعلك بقى يا اسماعيل؟ انا اعرف مصلحتك اكتر منك يا سمع. ايه ما انت بتديني في ده يا شيخ، انت بتديني في ده يا بنت، تفريحه تفريحه يا بنت، تعالي تعالي يا تفريحه يا بنت، تعالي هنا انا اللي بندهك، تعالي هنا انا اللي بندهك، تعالي هنا. اسمع ايوه انزلي تحت تلاقي الكونستابل سمبل والكونستابل لا يا بنت تعالي هنا، تعالي هنا اهو، ده انت تعالي هنا اهو، انت عارف فيها بنت تحت ليه؟ انت عارف ايه؟ اسمع
معي كلام. هتنزلي تحت تلاقي المستبل سنبل والمستبل البرنزه. طيب يا جابت بتعاني انت سمعتي حاجه لسه؟ تنزلي تحت تنبهلهم وتيجي حالا. يلا يلا يا سلام. كان مين يتصور ان اللي حصل ده يحصل؟ يا خبر ابيض، بقى حته شاب في السن ده يبقى في المركز الخطير ده. لو كان كبير في السن شويه بس، انما على كل حال سنه الصغير ده خلي الواحد يعرف يضحك عليه ويكلفته. والله العظيم انا كلفته، والله العظيم كلفته، والله يتكفي عليه خالص. مش جايب كلها صفقة ليلة خالص يا شيخ. انا كنت قادر وانا اقول تعال 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 اسمك ايه؟ اني خدامك ومحسوبك يا ست هاني على ابو فجري. يا سلام اهلا وسهلا. قول لي بقى يا شيخ، استني هتيجي انت وامك. استني يا شيخ اتكلم. انت وامك انا علي. ايه نعم ايه يا معلم. ايوه انت يا من يا اخي خليك معايا. انا خدام. انا اسماعيل عزوز. ايه يا قول ايه قول لي يا بنت. استنى ما انا معلومتي في حياتي كده. الله 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 الحمد لله. جابوا لي فضل خير في لحم ومكرونه سباكينتي بألف هنا وشتا. لازم بقى ايه في مصر بتاكلوا كل يوم ما يديك رومي. ايه رومي؟ رومي رومي يا بابي خلف يا بابي. فضل خيرك استاني فضل رومي يا بابي. قول يا عم علي. يا بابي ايشك استني اعملي معروف. قول يا عم علي. يا بابي رومي يا ناس استني شوية. قول يا عم علي. قول يا عم علي انا عايز اسألك سؤال. نعم. عندك يعني بيدقق في الشغل ولا يعني بيفوت؟ لا يقول لي حد ياكل ايه؟ يا شيخ استني 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 ايه عشان تتبسط زياده. نقعد لحال. اقعد هنا.
لا لا ما اجى بس يعني اقعد يا معلم الواحد قال هو هو تعال حط السن اقعد يا معلم يلا اتفضل يا معلم اقعد انا عاوز اعرف يعني الحاجات اللي بيحبها سيدك ايه الحاجات اللي بيحبها سيد ايه ايه بتقول المساء يا ساتر ايوه يا معلم الحاجات اللي بيحبها سيدي ايوه يا معلم يا شيخ اسكوتي في حاجات كتير بيحبها سيدي حلو قوي زي ايه يا معلم زي ال 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 زي الراحه راحه ايوه الراحه زي يا معلم كلام الراحه زي الراحه الراحه دي الراحه كده الراحه وراحه كمان بقى ازاي بقى يا معلم ايوه يعني لماغزب دي لما نروح ناس نروح يعني نزور ناس اكادر بكوات وبشوات زي سيادتك دي ها متشكل يا معلم دايما يسعني ويأنكد علي يأنكد عليك ايوه يأنكد علي ايوه بساطوك يا عم علي والله بقى يعني اذا كانوا بساطوني اذا كانوا بقى يعني وانت كمان يا عم علي الله يكرمك اذا كانوا بقى بساطوني ما كذبش بقى اقول بساطوني انما بقى اذا ما بساطونيش يا ماجد يا بقى يبقى ما لهمش حق ايوه يا ماجد مع معلم ايوه معلم ايوه ساعتها ايه انما انت ظريف الله يكرمك انت راجل ظريف مين خد يا معلم ايوه ساعتها والدول عشان تجيب حاجه لاولادك بس انا ما عنديش ولاد يا ساعتها ما عندكش ولاد يا معلم ايوه طب خد اتجوز وخلف وهات حاجه لاولادك لا 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 استني هتشوف من حاجه يا حبيبي اسمع يا لولو لولو يا بابا لا يا حبيبي يا لولو مش انت طيب طيب عايز افهم انا خلصت ما تعلمك انا خليك ادي للدهولة في البيت مرتين بس تقول لي بقى على شوية حاجات انا خلصت ما بسمعش انا مش عارف 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 أديك شايف يا عم علي شفت المسؤوليات شفت يا عم علي انت الباشا حتى بس ما جايز مع عم علي ايوه ساعة الباشا اقول لك حاجة يا عم علي يا عم علي ايه ده ايه ده يا عم علي يا عم علي يا عم علي بعد ما اتبسطت كده بقى انا عاوزك كده تطلع فوق تشوف سيدك فوق عشان نايم تقعد جنب اوضته واذا احتاج اي حاجه تبقى ايه تشوف الواجب وعلى لقيت اي حاجه تعجبك في الخرايه كلها ولا تسال حاجه شيل ولا تسال حاجه يعني البت سريحه وشيل ولا تسال حاجه مخدومه ولا تسال حاجه الله يخليك تعبان بقى شد انت غريب ده يا معلم خش انا الله يخليك يا سعد الله يخليك يا لا بس ايه ده ايه ده معلش معلش يا عم علي لا مؤاخذه انتوا فين انتوا في سوريا ايه اللي بتعملوه ده ايه الفوضى دي انتوا فين وانتوا فين انت هو اذا شفتوا اي واحد ماشي ومعاه ورقه مكتوب عليها عريض او اذا شفتوا واحد معاه ورقه ناوي يكتب عليها عريض او اذا شفتوا واحد معاه فلوس ورايح يشتري ورقه عشان يكتب عليها عريضه تقولوا عليهم جنوب هنا مفهوم؟ انتوا عارفين اللي انا هعمله لو ما استنفذتش التعليمات دي كل ده
فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين بكل دقة. ودلوقتي انا عايز تنصرفوا كل واحد يفتح عينه كويس. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولا غيركم؟ لا يا فندم حاضر. فاهمين؟ فانا مصر؟ ارجع تقول ارجع تقول ارجع تقول ارجع ارجع اقطع من اهو اقطع. ايه الفوضى دي؟ راح مين؟ شوية كده اعملوا لكم هنا قرب قرب كده طولي هنا اهو قرب شوية كده اهو بس سيب صلحوا نفسك كده وهندموا نفسك كويس صلح كرافتتك انت اهو وانت اخر زي تصوروا ده بيتردد على القصر الملكي والوزراء كلهم اصحاب عرفاه ايه هنا اهو هنا اهو وانت على الواد يا بيه هنا اهو حاضر يا شيخ حاضر الله طب واحنا هنقف كده زي التماثيل مش لازم نعمل حاجه نتصرف يعني تقصد ايه يا دكتور خير ما انت فاهم وانا فاهم وبلاش فضايح تقصد يعني نحط له حاجه في ايده كده على ما اقصد طبعا يا اخي لازم امال ايه لا 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 ليه دي مساله في منتهى الخطوره ابدا خصوصا مع راجل مركزه بالشكل ده فانا واقفه تبقى داهيه ليه لو قلنا طبعا يعني نقدر نديله احنا عاوزين ندهوله في هيئة تبرعات من الاهالي زي اللي انا باخدها كده يعني ايه فاهمك او نقول انها فلوس محطوطة في البوستة ومحدش طالب بيها فكرة سليمة برضو الحاجات دي كلها تخوف حبتين انا عندي فكرة كويسة جدا ايه بقى ايه ما نخشلوش كده كلية زي حزبة الفكر لا نخشله واحد واحد بالتراب وبالتالي هذه هي تعمل اللي عاوز يعمله ونخلص الكلام ده كويس قوي كده بقى مين يبتدي الاول مين يبتدي الاول انت يا كامل بيه انت بقى كامل بيه وليه ما تكونش انت بس وعشان ايه انا بقى ايوه عشان كنت دلوقتي كلتوا مع بعض في المستشفى وتعرفتوا بعض كويس قوي ايوه بلاش انا ولا هو ايه يعني مين يبتدي انا المعروف ادي انت يا سليمان بيه انت هتقابله بصفتك راجل التعليم والنور يعني حاجه كده محترمه حاجه خير اي والله اه والله يا جماعه اسمعوني بس اسمعوني وهقول لكم على حاجه مهمه ايه مش سر ولا حاجه يا جماعه انا اتربيت قاسوا تربيتي تخليني انام قدام اي موظف اكبر من درجتي مدربي كوماندو دوغس فارجوكم ارجوكم توفوني من المشكله دي مش معقول ابدا طب اسكت اهو اعمل معروف ادعان اعمل معروف مفيش غيرك يا كامل بيه هو كامل بيه انت بقى بصراحة اول ما بتفتح بقك كده عشان تتكلم الواحد بيتهاله انك بتحدف دولار يا كامل بيه هو صحيح كلامي كله دونم في دونم وكله ما داش عمل حكاية علي اه
انا بان عليا نمت كتير قوي. ياه جتتي كلها مبلوله بالعرق. لكن ايه الخمره اللي شبناها امبارح دي؟ طافيه سبرتو راحت موت فيلم من الصداع. لكن والله العيشة في البيت ده لذيذة خالص، خصوصا السرير اللي كنت نايم عليه حاجة ريش نعام في ريش نعام كده، حاجة طرية صحيح، فالواحد يبلط هنا على طول. ولا البنت بنت المدير، بنت كده لسه في عز شباب، أمها أخرى أمها لسه فيها الرمق، فالواحد يقعد هنا على طول. علي نبي يا رب سترك معايا بحق جاه النبي وحق جاه الولايه والمساكين اللي غلابه اللي زي حالاتي، نبي استرها معايا يا رب، سترك وعفوك ورضاك يا رب وبنجم لمهالك يا رب. علي اتشرف. ايه ده؟ ايه ابن الشيخ ده؟ ها؟ ايه يا سيش ده؟ اتشرف بتقديم نفسي لعظمتكم كامل بيك عليش رئيس المحكمة الشرعية. اهلا سوليش. اهلا ومالك كده واخد على خاطرك قوي؟ متشكر. على مين يا سوليش؟ متشكر خالص. اهلا وسهلا، دي فرصة سعيدة جدا. اتفضل اقعد. من قاعد متشكر انت واقف كده؟ اه قاعد واقف متشكر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش متشكر. اهلا وسهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. انت سيادتك كامل بيك عليش؟ اي نعم. القاضي؟ اي نعم. تعالي كده، وظيفه القاضي دي مريحه، انت مالك قاضي هنا من زمان؟ انا بقالي قاضي هنا 15 سنه ويقال 16 والعلم عند الله. يا سلام. اي نعم. انما النهارده وظيفه القاضي دي يعني ما فيهاش تعب قوي، يعني مريحه برضه. بالعدل والقسطاس والله يا سيدي، وذلك لانني مجتهد في عملي. انا خدت رتبة الباكوية السنة اللي قبل اللي فاتت. ايوه باكوية من الدرجة الثانية. باكوية من الدرجة الثانية؟ اي نعم. مش فعلي كده الباكوية من الدرجة الاولى اشيك واطعم واريح يعني. سترك يا رب سترك. ايه اللي في ايدك ده؟ مفيش حاجة. حاجة شكل زي في حاجة منك وقعت على الارض. خرب بيتك يا كيمو. هتنزل من القاضي الى حاجب ان شاء الله. فلوس وقعت منك على الارض يا استاذ. اذا ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم لا حول قطاع عظمة صدرك يا رب. فلوس وقعت. اللهم صدرك. اللهم صدرك. اللهم صدرك. اللهم نجينا يا رب من هذه الكارثية، خليها فيها رب العالمين. اللهم صدرك وعفوك. يا لا ليش. تحت امرك. لا انا بس يعني بقول يعني اذا كان يعني ممكن يعني ليها طرف زهرنا كده ممكن كده تسلفني الفلوس دي. فلوس؟ ده انا كل تحت امرك. اصل انا حصل لك حادثه غريبه جدا في القطر. أيوة. تصور فلوسي كلها راحت مني في الرحله، 15 جنيه وحياتك راحوا على القهوه والكازوزه والجرايد والسجاير. معلش. انما يعني انا متشكر جدا اذا سلفتهم لي يعني. ده انا تحت امرك خالص والله. ده زي ما تؤمر سعادتك. الله يخليك. انا طول ما اروح البلد هبعتهم لك على طول. لا ولا تحب تقدر شيء. لا ازعل بقى. لا لازم لا ازعل والله. النبي لك والله ازعل واغلى. اصل كده مش ممكن. لا مش ممكن ابدا. لا مش ممكن ابدا والله. كده ده يعني ده انا كل تحت امر سعادتك. ده انا مستعد اضحي بنفسي علشان انال رضا رؤسائي. ايوه. وعلشان انال. ايوه. علشان انال. تنال. تنال ايه؟ اظن انا تعبت سيادتك قوي. لا مش قوي ولا حاجه، ده انت انستنا ونورتنا. سيادتك ما عندكش تعليمات ترتيبات تنبيهات اي شيء من هذه الحاجات؟ والله ما دام حصل بالنسبه لي سلفيات مفيش اي شيء من هذه الحاجات. الحمد لله. طب على اذنك بقى احسن عاوزني والله. اتفضل. متشكر قوي. على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا سوليش. ده راجل طيب خالص، راجل دافع كده على طول بدون مناقشه. انما كان واخد على خاطره ليه؟
اتشرف بتقديم نفسي لسعادتك. امين تبانك وكيل البوسطة بمديرية الفيوم. مين يا اخويا؟ امين تبانك وكيل الفيوم بمديرية البوسطة. والنبي اهلا يا سهلا. ازيك يا امين؟ بفرصة سعيدة جدا يا سي امين، نورتنا يا ام. ما تفضل تقعد، ولا انت بتقعد انت واقف؟ انا مش رايق كده. والله العظيم اهلا وسهلا، ده انت شرفتنا وانستنا. انت بقالك كده في يوم من زمان؟ تمام يا فندم، من 23 سنة و4 اشهر. يا ده عمري يا تمام. وازاي نستحمل؟ نستحمل؟ انما تعرف ان بلدكم دي دمها خفيف خالص. تمام يا فندم. سواء بلد صغيرة، لكن مش لازم تكون بلد كبيرة عشان تبقى ظريفة يعني. تمام. هي صغيرة ودمها خفيف فعلا. تمام برضه. يا سلام، متواضع قوي النجر المفتش ده، بياخد نايم بياخد نايم. بقولك يا سامير فندم، انت كده مش شايف يعني؟ ياه، مش شايف ان الدنيا حر؟ حر؟ اه تمام يا فندم. حر موافق انها حر يا فندم، وبعد بكره تبقى برد. بان اه وتنطر نطر، الواحد كده يترعب ويترعش من البرد. ماشي اه والنبي يترعش. تمام يا فندم، شايف ان بكره الجو تبقى برد. بان يا فندم، تعرف الصوت منك خالص مبسوط عشان بتوافقني على كل حاجه. ما يعني بلاش كتير بتهلهم ان انا شاذ، مع ان انا طبيعي جدا يا سمير. مش انا طبيعي، ذمتك مش انا طبيعي. حتى بتقول لي كده مش انا طبيعي، ذمتك مش انا طبيعي. ها؟ طلعني خالص طبيعي جدا. الراجل بيواجه، الراجل بيواجه لحظته وهو مطمن. بقول لك ايه يا سمير؟ انت بتعرف حصلت حاسه غريبه جدا في الارض. فلوسك كلها راحت مني في 15 جنيه وحياه بتاع القهوه وكاتوره السجاير. كون كده يعني للصالح العام، ده لازم 30 جنيه. يا سلام يعني. كل من مني يا فندم. انت شرف عظيم، شرف عظيم جدا. يا سلام، انا تحت امرك يا فندم. الله يخليك يا سلام. اتفضل يا فندم. متشكر جدا يا سامين، شكرا. فرصه سعيده جدا. تحت امرك يا فندم. الله يخليك. معلش تمام يا فندم. ايه اظن يعني انا خدت من وقت سعادتك كتير. لا مش كتير ولا حاجه. تحب معانيك تؤمن باي حاجه تانية؟ بايه؟ اي اوامر خاصه بالبنين. لا اطمن، ماليش اي دعوه بالبنين دلوقتي. شكل مع الف الف سلامه. انا لسه ام سلم عليهم كتير. مع السلامه. ايه ده وكيل البوسطه؟ راجل تحفه، راجل على طول كده نافع. فلع في 8 يا فندم. يا علي يا اخويا. اتشرف بزبادك يا سيدي. انا نروح نفسح تعليم تعليم. اتشرف بتقديم نفسي لسعادتك سليمان السعيد مدير التعليم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا مدير التعليم. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. تعليم ايه يا اخويا من الاخر ده؟ الله مالك بترعش كده ليه يا استاذ؟ انا عندي انفلونزا. لا ازي بعد الشر عليك يا والدي. اتفضل اقعد اتفضل. يا اهلا وسهلا سليمان بن سعيد، انت راجل ممتاز جدا. اتفضل اقعد على الاقل. لا وصل نفسك. ايوه اهو كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ سليمان. ايوه راح يعمل لي ايه ده؟ تاخد سيجاره يا استاذ؟ مش معقوله تاخدها ولا ما اخدهاش؟ لا خدها خد. طبعا هي مش مفتخره قوي لان انا في مصر بشرب السيجاره ب 40 قرش. 40 قرش؟ ايوه بنت. انما يعني الموجود. يا اهلا وسهلا يا استاذ سليمان، تعرف انك راجل امير جدا. يا استاذ سليمان تطلعها من ناحيه الفيلا. اهدى يا استاذ على الاقل من سلام بيه. خلي بالك معايا يا امال. Oh, my God.
سيظهر مش واخد على التدخين ابدا. واضح جدا. ما هو افضل في العمر جبلنا حتى امتى؟ تعرف انا بقى. ايوه يا بن. التدخين بالنسبة لي مسألة مهمة جدا. ايوه. هو والستات. نعم. اللي اقول. لا لا. قول لي. لا. انت تحب البيض ولا السمر؟ لا انا بسألك بصراحة وعايز اعرف رأيك. تحب البيض ولا السمر؟ لا انا. ايه? انا. مكسور? لا. مش عايز تتكلم? لا انا. انت حر. بس يعني انا يهمني فيها ناخد رأيك. ايوه. خصوصا يعني واحنا شباب زي بعض. لازم نعرف رأيك يعني. لا بس ايه بقى تحب البيض ولا الثوم؟ لا انا انا متهيأ انك كده تموت في التخان. لا امال ايه رفيعين؟ لا انا ما احبش. تحبش؟ ايوه. بتدخلوا الرفعين وما تحبش؟ ايوه. امال انت ايه نيانه؟ لا انا ها؟ تعرف بقى؟ ايوه. متهيأ لي كده بالرغم من المظاهر بتاعتك. ايوه. مش مصاحب واحده سمراء ولعابيه كمان. لا وهي اللي جايبه لك الكافي. النبي هنا والله انا اموت في الصراحه. ايوه بس تحب بقى البيض ولا السمر؟ انا مش قادر. ليه؟ لان انا انا ايوه انا 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 خايف. خايف؟ ايوه. خايف من نظرات. ايوه. ليك حق يا اخي تخاف يعني. أيوه. لان تعرف. ايوه. نظرات بتخوف اجدع شنب. ايوه يا فندم. ايوه. شراب بلاسيك. ايوه ايوه. يقدروا يقاوموا نظراتي ابدا. ايوه يا فندم. تعرف ليه؟ ايوه ليه يا فندم؟ لان انا جذاب. باين يا فندم. بذنيتك مش انا جذاب. قوي. تعرف؟ ايوه يا فندم. جذاب. ايوه يا فندم جذاب يا فندم. بقول لك ايه? ايوه. حصلت لي حادثه غريبه جدا في القطر. فلوس كلها راحت مني في الرحله. ممكن كده يعني تشجع كده وتتعاون. أيوة. معايا. ايوه. وتجتهد انك تسلفني. ايوه يا فندم. 30 جنيه. كم? 40 جنيه. كم? خليهم 50. 50 يا فندم. اتفضل. انا متشكر قوي يا سليمان بيه. اتفضل يا فندم. دي ظروف سعيده جدا. ايوه يا فندم. بقومك. ايوه. 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 على قد المهنه. ايوه طيب. يا سلام. أيوة. انت انستنا ونورتنا. اظن اني خدت من وقت سعادتك كتير. لا مش كتير ولا حاجه. انت راجل ظريف فعلا. طيب يعني. يا فندم مفيش اي حاجه. لا اتفضل. مفيش. لا محمد. طيب يا فندم. طيب يا فندم. سلام يا سلام. نص فرنك لقيته في جيبي. يا سلام. انا متشكر جدا على الامانه والنزاهه. طب يا فندم. طب يا سيدي انا اسمي هو كده في يومك تلاقي حاجه. ها؟ مفيش يا فندم. طب مع السلامه يا سولو. طب يا فندم. انست يا سيدي. مفيش اي حاجه يا فندم. لا مع الف. مفيش شيء. لا مفيش. مع الف سلامه. خد لك بقى اسبرينه كده وكوبايه شاي وانت تبقى عال وتروح الانفلونزا. تمشي جنب الحيط. مع السلامه يا سليمان. ها؟ طب هاني شيخ. الحمد لله نسيت تزور المدارس. هزورها اطمن. مش معقول ازورها وانت كده. الف الف سلام. خلي بالك من نفسك. بتاع التعليم ده تحفه. اتشرف بتقديم نفسي لمعاليك الدكتور خيرالله شرف الدين حكيم باشا المستشفى الامير يا فندم. ايوه افتكرتك. ما مش انت اللي احنا اتغدينا عندك؟ ايوه يا فندم. انا يسعدني ان اكون في خدمه معالي فخامه عظمتكم يا فندم. كده. ايوه يا فندم. متشكر جدا. خصوصا يعني احب الاكل الكويس يعني. الف شكر يا سعاده الباشا. يا سلام. ايه ده؟ ايه
مش معقول. ايه على كده شويه اهو. ياه ايه ايه ده ياه. لف كده حوالين نفسك اهو بالعظيم على رجل واحده. رجل واحده اهو. الحاجه كده متغيره عن امبارح. لا ابدا بس لوني مخطوف شويه. مش مساله لون. امال ايه يا فندم؟ قال امبارح كنت اقصر من النهارده. ها جايز يا فندم جايز. امال ايه اللي طولك كده فادي؟ اصل لابس جزمه بكعب عالي يا فندم. اه والنبي. انما انا احب اؤكد لسعادتك اني فعلا مكرس كل حياتي لخدمه بلادي. يا سلام. ليه يا سعاده الباشا؟ ليه؟ اما الراجل بقى وكيل البوسطه فبيعملش حاجه ابدا. بيعطل مصالح الناس عنده وبيأخر الجوابات. امال ايه يا فندم؟ سامين. ولا القاضي يا سعاده الباشا كل همه تربيه الوز والفراخ والبط. كيلو الرشاوي اللي بياخدها. كيلو بيعمل كده خصوصا البسبوسه يا سعاده الباشا. البسبوسه كانها باين عليه قوي. انا متاسف اني بقول لسعادتك الكلام ده كله يعني، انما الصالح العام يا سعاده الباشا هو اللي بيدفعني اني اقول كده. بيدفعني اني اضحي بحياتي وهضحي اهو يا فندم. تعرف سيادتك عرفان احمد عرفان الراجل المزارع الطيب التخين ده؟ هو ده متجوز واحده ست كويس. بمجرد ما عرفان يخرج من بيته تبص تلاقي القاضي دخل على طول. انا مستعد. مش معقول. مستعد اوازن الكلام ده. هم ليه يا فندم؟ يعني واثق مني؟ مستعد اقسم لك على كده وامضيك وابصم لك كمان يا سعاده الباشا. مش فاكر الكلام ده فعلا. حاضر. انا ساعات كده ببقى متضايق. أيوة. ماليش اي حاجه تافهه تسلى فيها. فضروري تكتبه يعني. حاضر. انما قول لي. ايوه سعاده الباشا. عندك اولاد؟ خمسه ما شاء الله. خمسه كده حلو. الحمد لله. انت متاكد يعني ان شبابهم يعني الناحيه؟ لا انا القاضي ما بيزوريش يا فندم. يا سعادة الباشا انا اعرف يعني اني ما اكونش عطلت سعادتك يعني. لا ابدا. خدت من وقت سعادتك كتير يعني. جدا انا احب اسمع الكلام اللي من النوع ده. فهو يعني ساعات بيبقى كده. دكتور. دكتور خير. طيب ما قلتليش اسمك كده على بعضيه بقى عشان افتكر بالظبط. يعني. الدكتور خير الله شرف الدين حكيم باشا المستشفى الامير يا فندم. دكتور خير. بقول لك ايه؟ تعرف كنت حاسة غريبة جدا في قرار خير. فلوسي كلها راحت مني في الدخلة. ممكن مراعاة للصالح العام. سلمت 30 جنيه. ممكن لصالح العام 40 كمان. في بعضهم؟ اروح بعتلهم يا فندم. شكرا يا دكتور. شكرا سعادة الباشا. المستشفى في انتظار حضرتك يا فندم. ألف شكر يا سعادة الباشا. ألف شكر. مع السلامة. العام يا سعادة الباشا. الله يعافيك انت اهو. هاني علوان احمد علوان من اهالي المدريه. اهلا وسهلا. ازيك يا علوان؟ اهلا وسهلا. احنا نورتنا معاك. لا يا علوان الله يخليك يا علوان. والله سعيد جدا. الله يحفظك يا سعادة. اهلا وسهلا. والعقل ده وظيف. واني عرفان احمد عرفان من المزارعين ومن مواليد ابس. ايوه افتكرتك. مش انت اللي وقعت على مناخيرك وتعورت؟ ايوه. ازيها كده؟ الحمد لله ورمت خلاص. روان يا سعادة. روان يا سعادة. معاك فلوس؟ نعم. عايز استلف الجنيه جنيه. يا نهار اسود. منين بقى؟ اسمع اذا ما كانش فيه 180 زي بعض بقالنا الباقي. ها؟ دور يا الوان. دور يا حيوان. انت كمان معاك كده يا اسطى. يا بيه وعليا الطلاق بثلاث مرات بتضربني وبتاخدهم اول باول. ما تدور كده يا ابني. ما تدور انت الاول. ها؟ اصل يعني انا فلوسي كلها راحت مني في الرحله وانا في القطر. القطر يعني وقع في القطر. ايوه راح مني بالرحله. ما هو انا وقع مني بالقطر. ما هو يعني القطر يعني يا سعادة. اهلا وسهلا. انا متشكر جدا زي ما قال لي 25 جنيه. انا بتاع دمك سعادتك. انا 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 انا اقول يا سهل. نعم. اقدر اطلب خدمه صغيره قد كده اهو؟ قد كده اهو. ايوه. طب قول يا زيد. انا بقى ان شاء الله كده لما اتجوزت مراتي ستيتي انت عارفها؟ مش فاهم. لما اتجوزتها بقى كده كان سن ايامها 37 سنه بالتمام كمان. كويس. انما كده يعني انا كتبت في قسيمه الجواز ان سني 35 سنه. ياه. امال ايه؟ فيها ايه دي دايما؟ غزاء. ايه؟
دي حاجة كبيرة خالص ساعة الباشا. يعني 35 من 37 فيها ايه؟ دي حاجة كبيرة خالص ساعة الباشا. دي مضايقاني عليا الطلاق بيت تلاتة مضايقاني. ياه. حتنا بقى. ليه؟ عاملة لي مغص. يا سلام. أمال إيه؟ بقى كده. أصل الواحد يا سعادة الباشا ما يصحش يكذب على ربيه. بس أنت ما كذبتش على ربيه، أنت كذبت على مراتك. ما هي مراتي بتضربني. بقى كده. أيوه. الموضوع كده بقى في أرض. أسامحك بقى. أه والله. طم. ربنا يخليك ليني. الله يكرمك. ربنا يعمل بيتك. إلهي ما نحرم منك. الله يكرمك. صلحها بقى. صلحها بقى. هتصلحها هيصلحها. النبي هتصلحها. هيصلحها. حياة النبي هتصلحها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. واحد ما فيش غيره يا سيدي. لما سعادتك تسافر مصر بالسلامي وتقابل البشوات والبهوات اصحاب سعادتك تقول لهم كده ان في مديرية البيوم في واحد اسمه عرفان احمد عرفان. يا سلام. مناسبة ايه يعني؟ مناسبة ايه؟ عندك ايه يعني؟ مناسبة عندك ايه؟ ربنا ما يحرمك من العبط. لا لا ابدا، بس يعني حاجات على بالي. مسألة بسيطة جدا. اعتبر نفسك معروف من جميع بشوات مصر وبشوات اوروبا كمان. كده؟ يا سلام. بسيطة خالص. طب وإذا كانت فرصة كده برضه وأنت والفرص برضه وقابلت جلالة البيه الملك تقول له يا جلالة البيه الملك في مديرية الفيوم في واحد اسمه عرفان احمد عرفان. يا سلام. ايوه بقى. سهلة جدا. اعتبر نفسك معروف من جميع ملوك مصر. يا سلام. عظيم. كلهم. كلهم. ده مغزى يا سعادة الباشا. الواحد يهمه يبقى معروف للناس اللي هتعمل يا سعادة. انت منور البلد. والله منور البلد. انا يا سعادة الباشا. ما انا بقول انت منور البلد. منور والله. الله يخليك. والله العظيم البلد منور. ادي عرفان حاجة من يا تعبوني يا الزبونين دول. ايه الحكاية؟ الظاهر انهم فهموا غلط وافتكروني من كبار الموظفين. لازم انا زودتها امبارح وانا شارب شوية. اما اغبيها بشكل. لكن كرمة مفيش أدلة على كرامهم من فلوس اللي اداها لي. لما نشوف جبنا كام؟ 30 من بتاع التعليم، 30 من الشيخ كيمو الأرض، و60 من أما حتة قصة مدهشة لازم أكتبها لواد صلاح صاحبي حكم هو صحفي مدهش، ضروري يعمل منها قصة عظيمة جدا. وينشرها كمان. يا علي. علي. أيوة شلوشي. قرب يا علي. هات لي كده معاك ظرف وجواب بالمرة. ها؟ اوان يا علي. لازم اكتبها لك. اتفضل يا سيوس. شفت بقى الاستقبالات الفخمة والاحتفالات العظيمة؟ ايه يا صاح؟ استقبالات فخمة وعظيمة لكن بقى يعني الاصوات دي حقنا نمشي. نمشي؟ ايوه. نمشي نروح فين؟ حد يسيب النعيم والنغنغة ده كله ويمشي؟ اما راجل فقري صحيح. فجري فجري بس ما اخشش السجن. سجن؟ ايوه. سجني يا راجل انت. ما دلوقتي فاكرينك واحد من الاكابر عشان اكدي بسطينك وبسطين يعني جنبك كمان وسط الحلل هناك جنب البيت تسريحي. لكن بقى يعني بعد بقى البير ما ينكشف غطاي المسعلة دي بقى يعني مش هتوصل لخير. ولا يهمك. خد انت الجواب ده ارميه في البوستة. ها. ولهم يحضروا لنا العربية. حضروا العربية. طيب ما الوصف بقى يعني حد الجواب دي الواحد اللي واقفين هنا ايه؟ وبعدين انا اروح اوضب الشنط عشان طيب زي ما يعجبك زي ما يعجبك السر. طيب. اسمع يا جدع الواقف هناك انت. جرب. معتدى المرش. كيف؟ الجواب ده بقى اخر تروح ترميه في صندوق البوست. ايه وبعد بقى ما ترميه في صندوق البوست تقول لهم يحضروا العربية بتاعت سعادة الباشا. سعادة الباشا فاهم؟ بس يحجزوا التذاكر في درجة أولى وينظفوا العربية كويس. طب وال لا ايه فلوس؟ فلوس ايه؟ والباشا بتاعنا عم بيدفع فلوس؟ ده بيسافر مجانا على حساب الحكومة. يلا نجار. نجار الفلوس. معلش فلوس اجيب خمسة بقى. ايه ده؟ ايه يا علي؟ ايه ده؟
وريني الورقه دي. ده في ناس تجار بره وزيطه وزمبليتك دي ومش عارف بيعملوا ايه. شنب شنب احنا فين؟ ماشيين من الشباب. اه عايزين نمشي. اه يا جدع انت بتاع ابو شنب الباشا مش عايز يجي. اه انت انت اهو يا جدع انت اهو مش عايز اي حد هنا ابدا. يلا عم تصار ثاني حوزعهم واحد يا علي. اه واحد واحد ابو شنب ما تشوف الموضوع. ها يلا يلا ايه مال اتخبيتي ليه؟ فعلا متهيألي يجب ما تخبيش ابدا يعني. ولازم تعتبريني يعني تعتبريني يعني تعتبريني اعتبريني. انما قولي لي انت كنت رايحه فين؟ لا ابدا ما كنتش رايحه. ما كنتيش رايحه؟ امال كنت جايه هنا ليه؟ ممكن اعرف يعني؟ كنت فاكره ان ماما هنا. ماما؟ لا سيبي بقى من دور ماما وكلميني بصراحه، كنت جايه هنا ليه؟ ها؟ قولي لي بصراحه. أنا متأسفة أوي إذا كنت أزعجتك لما عطلتك عن أعمالك المهمة. أعمالي المهمة؟ هو أنا قاعد عندي أعمال مهمة؟ طز في أعمالي المهمة، في 60 داهية أعمالي المهمة، وجودك معايا بيملى علي حياتي، هو أعمالي المهمة. أنت بتتكلم زي أبطال رواياتي صح؟ بالظبط، ما أنت بطلة جميع رواياتي وأحلامي، أحلامي اللي فاتت واللي هتيجي، وتسمحي لي يعني إن أنا أقدم لك كده يعني اقدم لك يعني اقدم لك ايه؟ اقدم لك كرسي. ميرسي. ها؟ لكن لا الكرسي ما يليقش بمقامك الفخم العظيم، متهيألي كده ان لازم تيجي يعني تقعدي على عرش قلبي. ها؟ طب افتكر امشي انا بقى. والنبي امشي انا بقى. انما قولي لي ايه الرقبه الجميله دي؟ انت بتتريق عليا ولا ايه؟ انا ابدا، ده انا اقول يا ريتني كنت عقد يعني عشان اقدر احوط رقبتك الجميله دي. ها؟ والنبي انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه؟ لسه مش فاهمه؟ لا انا يعني بتكلم يعني بتكلم عن رقبتك الجميله وعن عينيكي وعن شفايفك وعن ودانك. برضو انا مش فاهمه بتتكلم عن ايه؟ انا لسه ساذجه. والنبي ممكن تبقى تكتب لي بعض الاشعار في الاوتوجراف بتاعي؟ طبعا انت حافظ شعري كتير. ايوه ممكن تكتب لي بعض الاشعار. اوي 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 ده انا اكتب لي جميع الشعر اللي في الدنيا، عندي شعر ونثر وزجل وقصص قصيره وقصص طويله زي ما انت عايز. حددي عايز اي نوع من انواع الشعر. اي نوع؟ لا يا لازم تحددي، دول 97 نوع وزياده. قولي عايزه ايه؟ طب ممكن معانا شويه شعر؟ لازم دلوقتي يعني؟ انه يعني بسيطة جدا، ده انا اسمعك الشعر اللي لسه ما اتخلقش. هسمعك شعر يا بس حلو. انا بقول يعني بقول انت بقول انت 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 يا نوال يا نوال نوال. نعم. يا نوال يا نوال انت تشبهين الغزال حينما يضرب بالنبال في بطون الجبال. الله ايه عدلك؟ شعر حلو قوي قوي. بس كده؟ أيوة. ده انا هسمعك شعر. يعني القريحة مش حاضرة دلوقتي. بقول يعني بقول استني كده شوية. مفيش حد. بقول يعني بدل ما اسمعك شعر اديك حب. حب؟ اه حب. لا لا يا اسمك ايه؟ ابعد عني وبعدين معاك. لا لا وبعدين معاك حب ايه ده؟ هو انا اعرف الحب؟ ده انا لسه ساذجة. والنبي ده انت ساذجة. تعرفي ان انا كمان ساذج. وحياة النبي ساذج. ويظهر ان احنا الاثنين كده ساذجين لبعض. انما قولي لي يا نوال انت يعني قاعده بعيد عني ليه؟ ها؟ ليه كده يعني قاعده بعيد عني؟ ليه انا بقى ما اجيبش الكرسي يعني واقعد جنبك؟ لا 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 وبعدين معاك اسمك ايه؟ اقعد جنبك؟ اه وليه ما اقعدش بعيد عنك؟ بعيد عني؟ هو ده معقول؟ طب ليه انا ما اجيش بالكرسي كده واقعد جنبك؟ ها؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ايوه عشان يعني كده ابقى عشان ابقى اسعد انسان لو قدرت كده يعني اضلك بسذاجه. لا لا
ايه نوال؟ انا معاك اسمك ايه؟ ايه نوال؟ لا 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 نوال. وبعدين؟ يا نوال مش كده يا نوال ده؟ ليه بتعزميني؟ وبعدين معاك؟ ما انتش فاهم مع وقفي ناحيتك. لا 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 اسمعي بس. ايه بس؟ ايه؟ شفت العصفورة اللي طارت؟ والنبي؟ ايوه. انتوا عندكم عصافير؟ ايوه. الله لا دي مش عصفورة. امال ده غراب. ايه قلة الأدب دي؟ دي وقاحة كمان. الله انت زعلت يا نوال؟ انا بس بضحك معاك والله لان يعني انا بحبك والله العظيم ثلاثة بحبك كنت يعني بهزر معاكي بس ها انت فاكرني ايه حضرتك واحده من اياهم والله يا علقاوي لا ابدا يا نوال ده انا بحبك حب حقيقي والله هو يعني ارجوك تسامحيني يا نوال سامحيني يعني سامحيني وانا راكب تحت قدميك واخف عليك سامحيني يا نوال انا اسف جدا يعني الله الله ها ايه اللي بتعملوه ده؟ فكرني هو راح فين صحيح؟ اصل كنا بندور على قرش يا مدام قرش يا احمد ده بارك فيك بتعملوا ايه يا ست نوال؟ فهميني يلا بقى يا بنتي على بره يلا بقول لك افهمك يا ماما ولا كلمة يلا نوال نبقى يلا يا بنتي تبقى تدور على قرش بعدين يا نوال أنا آسفة يا سعادة الباشا اللي والله مش بطالة باين عليها السذاجة أنا بقول يعني يا مدام بقول يعني إن أنا بموت من الحب يا مدام حياتي النبي بموت من الحب قوم يا اخويا قوم لحسن بنطلونك يجي فيه تراب ولا حاجه ما يهمش البنطلون انا لازم اعرف مصيري دلوقتي لازم يعني تفهمي ان انا بموت من الحب الله انت قصدك ايه تعبر عن حبك لبنتي لا انت اللي انا بحبك وحياتي كلها في ايدك دلوقتي واما يعني توديني للجحيم او للنعيم بكلمه واحده منك ايدك يا مدام بطلب ايدك ارجوك اسمحي لي بايدك والله ما كانش يتعز بس انا مخطوبه قصدي متجوزه لا يهمش عمر الحب مع طرف لا بجواز ولا باي قانون من قوانين الارض ايه رايك كده نهرب سوا على حصانه بيضه ونفضل نجري مش بطاله حكايه الحصان الرضيع ايه رايك بقى ايدك يا مدام بطل ايدك يا مدام ارحميني سامحيني يا مدام بابا كان بيدور على القرش ان احنا يعني بنحب بعض و ارجوك يا مدام تفيدة يا طفطف هانم ارجوك يعني تسمحينا نتمتع بقية حياتنا بحبنا الطاهر الشريف ايه ده انت بتخطبها هي ولا بتخطبنا انا لا نوال نوال المرة دي ايه اعمل فيك ايه احرمك من السعادة اللي واقفة جنبك دي لا والنبي يا ماما انا اسوي النبي يا ماما حارب خلاص هتحارب ما تصدقهمش سعاده الباشا ما تصدقهمش مين هم كلهم كدابين سعاده الباشا هم مين دول ما تصدقهمش كلهم كدابين سعاده الباشا والله العظيم التجار سعاده الباشا التجار اللي قدموا لسعادتك الشكاوى فيا كلهم كدابين والله مالي انا مالي التجار انا ماليش دعوه والله انت اللي احنا فيه عمر وقفي تجار ايه؟ فاهم انا التجار سعاده الباشا اللي اشتكوني لسعادتك كلهم كدابين والله ما تهمنيش يا تجار خليني من انا فيه حاجه تعالى بس يا اسماعيل اسمع اما اقول لك ده خطبها خطبها تتخرفي تقرب عليك حاجه تجننتي خطبها لا مؤاخذه يا سعاده الباشا ما تاخذهاش اصلها هي كده عقلها ترللي والله العظيم امها الله يرحمها كان عقلها ترللي كده برضه زيها حماتي يا رب مالي انا ومال تاريخ العيله دلوقتي بس انا فعلا بحب بنتك ومعجب بيها وعايز اخطبها مش معقول يا سعاده الباشا مش معقول ابدا يا سيدي لا معقول سعادتك تقولينا الشرف العظيم ده يا سيدي معقول والله العظيم انا مش مصدق والله انت مش مصدق والله العظيم انا مصدق مش معقول بقى ما اقول لك خطا انا هتجنن بقى ليه معقول يا ناس والله العظيم انا هتجنن بس انا اقرب حالي حاجه اصلا ما تتجننش قبل ما تكتب كتابها اه انت لازم تعرف ان انا عارفه بوطاج يعني زي ما قلتش جايز اعمل في نفسي حاجه من ساعتها تكون انت مسؤول عن موت لا 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 بعد الشر على صدر ان شاء الله هي ان شاء الله هي يا سيدي بقول لك انا ماليش دعوه والله العظيم يا بابا يا بابا ماليش دعوه الله ده بيموت بس تاني
انا عمال يبوس انا عمال يبوس تحت انا جربي يا تسريحه جربي جربي ما عادش فيها خشبه يا جربي ايه ده سعاده الباشا العربيه جاهزه على الباب انا جاي وراك حالا يا جديه طيب انا عملت الوصيه وخدت تسريحه يا سعاده الباشا حب عندكم بقى قلتنا الطرف الثاني مع السلامه ايه سعاده الباشا ايه الحكايه سعادتك مسافر ولا ايه؟ لا ابدا انا هما يومين بس كنت عايز بكلم بابا على موضوع الجواز واجي حال ازاي كده يا سعاده الباشا؟ لازم يا سعادتك اتنزلت واتفضلت وطلبت ايدينا ايوه ده انا رايح مخصوص عشان الحكايه دي لازم اقول لبابا يعني هتغيب سعادتك هناك لا هما يومين بس يومين اتنين هنفضل واقفين كده مستنيين سعادتك والله احسن زي اه والله ده احنا واقفين مستنيين سعادتك دي فرصه سعيده يا فندم اهلا وسهلا متاخر يا نوال قصدي يعني الوداع يا نوال مع السلامة اللي ده بيبوس الوداع قصدي يعني بس تاني في اللقاء قصدي يعني قصدي رفار يا نوال والله ابيض عمال يبوس اهلا وسهلا يا حماه المستقبل نوال ده بيبوس عمال يبوس هنا ويبوس هنا العفو يا فندم العفو احنا متشكرين يا سعاده الباشا العفو العفو شاكرين على البوس ده كله والله يا فندم شاكرين بس ربنا ما يحرمناش منك يا فندم انما سعادتك مسافر كده على طول بقول سعادتك مش عايز حاجه لا والله متهيألي مفيش اي داعي كفايه يعني انا معايا كده يا شين يعني لا والله انا بقول يعني كفايه انا خدته يعني معايا ابدا انت مصمم يعني عظيم مصمم والله مفيش مانع في حزبه كده زي اللي خدته زي اللي خدته معايا ده انا معايا فلوس جديده بشكل كده والجديده بتجلب الحظ بيقول ما هو الحظ باين اهو فندم الله يخليك اتفضل ولا يهمك اهلا وسهلا نوضب العربية لسعادتك بقى عربية ايه؟ العربية؟ لا انا احب اسافر بالقطر لا قطر يا اخي غاوي القطر هو ده معقول برضه سعادتك تسافر بالقطر يا سيدي انا لا 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 لازم تاخد عربية اصل القطر كده فلاتات ونماذج لا 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 لازم تاخد عربية والله لازم تاخد عربية شغال العربية يا شاويش عم ستار بقول لك مفيش داعي العربية اسمع سعادتك تاخد العربية بقى اسمعين بيه مفيش داعي العربية سعادتك تتنازل تاخد عربية والله يا شاويش عم ستار وضب العربيه الكادلك الجديده ووصل سعاده الباشا مطرح ما رايح مادام بقى انت مصمم يعني انا مصمم تعالى مفيش اي داعي للاخ عبد الستار سيبني انا اسوقها بنفسي طب ومال ها يا عبد الستار طلع العربيه الكادلك الجديده وخلي سعاده الباشا يسوق بنفسه الجديده عبد الستار كادلك الجديده يلا ها يلا عبد الستار طب متشكر قوي يا سعاده الباشا يا فندم ده يومين رجاء جدا دي ظروف سعيده جدا يا فندم اهلا وسهلا احنا متشكرين خالص سلام يا 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 يلا يا ابني عشان البلد كلها هتيجي هنا النهارده ليه نونت يلا يا حبيبي ايه خلصت ولا لا كله تمام استنى طب يلا يلا يا جدعان يلا يلا ربنا يتم بالخير خلاص انا تبي خير يلا يا ابني مع السلامه وضبوا كل حاجه ده حاجه عظيمه جدا يا سلام حاجه ظريفه جدا يا سلام ايه رايك بقى طفطف في ايه يا سمعه كنت تتصوري ان اللي حصل ده يحصل كنت يعني تهيأ لك في يوم من الايام ان احنا نناسب راجل عظيم زي ده والله انا طول عمري حاسة ان انا هبقى ست عظيمة جدا ماما الله يرحمها كانت بتقول لي انت يا تفيدة هتتفتح لك طاقة القدر اصلها شافت لي البخت وفعلا اتفتحت طاقة القدر لكن بذمتك يا طفطف طب بذمتي انا وانت عارفة ذمتك قوي انت كده مش حاسة انك هتطيري من الفرح انا شخصيا حاسس ان انا هطير من الفرح خالص والله العظيم يا سلام
بكره نشوف يا طفطف، بكره اقدم لك التجار المجرمين، التجار السفله، التجار اللي قدموا فيها شكاوي لساعات المفتش دول، كلهم هوليهم، همسح بيهم الارض، مش هخلي فيهم واحد ابدا 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 بعد كده، بكره نشوف. طافن انت جيت يا حب مامور؟ جيت. اسمع انا دلوقتي عاوز منك طلب مهم جدا، تعمل لي كشف كده بالطول تكتب لي فيه اسامي جميع التجار المجرمين اللي قدموا فيها الشكاوى، فاهم؟ وتيجي فوق بالكشف كده بالعرض تكتب لي اسامي اللي كتبوا للتجار دول الشكاوى، فاهم؟ يلا اسمع. خد يا عبد المامون. شو بقى عاوز منك كمان خدمه؟ انا عايزك دلوقتي تنشر في البلد ان بنت مدير المديريه هتتجوز، فاهم؟ يعني ما يبقاش في بيت ولا حفل ولا اي حته الا كل البلد تعرف ان بنت المدير هتتجوز النهارده. وهتتجوز ايه؟ راجل عظيم عظيم، راجل مش عادي مش عادي، راجل مفتخر مفتخر، راجل مهم مهم، راجل هايل هايل. يلا اسمع يا مأمور. خمسة. خد بالك من مهم مهم وهايل وهايل وعظيم وعظيم. روح. اسمع. يعني ايوه تقدر تمشي تقدر تمشي تقدر تمشي. يلا يلا مأمور. نعم نعم ستان. اسمع انا عاوز البلد تتقلب هنا في مدة 5 دقايق. نقلبها ستان. اسمع يا مأمور. نعم ستان. انا كنت عايز اقول لك ايه، انا كنت عايز اقول روح يا مأمور امشي. حسن. اسمع يا اسماعيل. ايوه نعم استهان. انت اسماعيل؟ لا مأمور. انت المأمور. ايوه انا اسماعيل. وانا المأمور. وانت المأمور. حفظتهم كويس؟ ايوه. اتفضل. حاضر. اهبل قوي المأمور بتاعك ده، عظيم جدا. حاجه غريبه جدا. ايه رايك بقى طفطف بعد الجوازه العظيمه دي، ايه رايك بقى نقعد هنا في الفيوم ولا ننقل على مصر احسن؟ لا 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 لا، فيوم ايه، وهي دي بلد بقيت تليق بمقامنا دلوقتي؟ والله إيه البلد مش بطاله، انما على رايك هو بعد المركز العظيم والنسب الهايل اللي بقينا فيه ده لازم الواحد بقى يعني نسيب الجديد ده، هو لازم هيرقيني. انا بقول يعني طب هيرقيني ايه؟ انا بقول كده يعني بالميت خالص وزير. تعرفي انقي وزارة ايه؟ وزارة المالية. والله وزارة المالية. على فكرة نعم لو قف زيها بالظبط. اوقف مين؟ انا محبش غير المالية، والله محب غير المالية. الاثنين كويس. تفتكري بقى يعني افتكر نروح مصر بقى؟ الا كده، ده احنا لازم نروح مصر. يا سلام لما ابقى وزير، يا سلام سلام لما ابقى وزير كده وبعدين امشي في الشارع وكل الناس تمشي ورايا وتقول معالي الوزير اهو، والله العظيم. ولا ايه لما اخش محل واشتري حاجة، ده اذا اشتريت يا طفطف كل الناس بقى تتلم في المحل وتتجمهر وتقول معالي الوزير اهو. ولا لما يجي يوم اروح حفلة ويكون في الحفلة دي واحد مدير مديرية، مش ممكن المدير ده يقدر يقعد لما انا اقول له اقعد كمان؟ يمكن مدير مديرية. مدير مديرية. ده مدير مديرية حاجة تافهة. حاجة تافهة خالص. لا مدير مديرية ده كمان ما يقدرش يقعد معاك في الحفلة ابدا. ازاي؟ لازم يسيب الحفلة ويمشي يروح. مدير مديرية. ايه يعني مدير مديرية؟ مدير مديرية. يا سلام يا سلام، انا بقى هبقى عظيم جدا جدا والله العظيم، وهليق في الوزارة والله هليق في الوزارة. وانت كمان تليقي مرات وزير. يا سلام يا سلام يا طفطف. يعني بقى هنروح مصر ونعيش في مصر. يا سلام. انا ده انا عروستنا الحلوة هيدا طلعالي في الصف. مبروك يا سيد المدير، لقد عنا السرور والحضور. الف مبروك يا سيد. الف مبروك والله. انا سعيد قوي. اهلا وسهلا.
مبروك يا بنتي يا نواف. اتفضل يا فندم. اتفضل. مبروك. مبروك يا سيدي. مبروك. ايه؟ ألف مبروك. أخبار هي هي فهلانة. عظيم. مبروك يا فندم. أهلاً أهلاً. مبروك يا مدام. انا جاي مخصوص النهارده علشان اهني سعادتك. والله انا ليا الشرف. والله شرف. ايوه شرف كبير قوي يا فندم. الف مبروك. شرف التهاني يا فندم. مبروك يا فندم. الله يبارك يا الموظف اللي افتكرنا كنا انه المفتش طلع انه مش المفتش. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ عرفت منين الكلام ده؟ النهارده الصبح يا حضنات جابوني جواب عن ايه عنوان في مصر. لما قنيت العنوان لقيته نايح شانع البوسطة في مصر. خفت نحسن يكون المفتش بعد تقنين عن البوسطة للمصنع نقطة واخده من الساعة وفتحته. وانت ازاي تعمل كده؟ ازاي تفتح جواب كاتب واحد موظف عظيم زي ده؟ ايه المصيبة انه طلع لا موظف وانا عظيم وانا حاجة. ازاي تقول كده؟ ايه انا هامر بالقبض عليك. ايه ما تقدرش يا سعادة البيت. ما تقدرش وهزكينك كمان. هزكينك. انت عارف اللي بتتكلم عنه ده؟ ده هيتجوز بنتي وهيبقى وزير وانا هبقى وزير وهبقى عظيم زيه. ايه زيه؟ ايه الظاهر سعادتك لسه مغنوم فيه. ازاي بقى؟ طب استنى بقى لما فنكك ان عايز تبقى زيه. تحبوا يا حضنات اقنع لكم الجواب بصوت عالي؟ يلا يا استاذ مبارك. يا اخويا قول. ايوه يا سيدي. يلا يا تبارك فندم. قول يا اخويا قول. قول يا قول. قول يا سيدي. دي صناعة. ايوه. يسنني ان اكتب لك عن مغامراتهم. في الطريق الى بلدتي نزلت في الفيوم لاظن عادي الصدق وقضيت معه نمتين معبنا فيها الومن فاثنفني تماما ثم طلقني وصافنا الى مصر. لحد كده مفتش. اثنفني لدرجه تتصاحب المقايضه هدد بانساني الى السجن لكثره الديون التي عليه. ولكن فجاه تغير كل شيء. إذا انخدع أحد الأهالي هنا بمظهري وملابسي وظنوا أني وزير لو من كبار الموظفين. قول يا أخويا. وأنا أقيم الآن في بيت المدير وأتمتع بأوقات سعيدة للغاية. أغازل زوجته وابنته لأني لم يستقل معي بعد وما أعرف الآن بأيهما أبدأ. يا ساتر يا ساتر. وأظن أني سأبدأ بالأم. يا خبر أبيض. حاجة فظيعة أوي. فكيف كنا ننصب ونحتام بعض الاحيان على اصحاب المطاعم والمطار؟ لقد تغير كل هذا الان. لا يتاخر احد في اعانتي اي مبلغ اطلبه من النقود. والواقع انهم جميعا في منتهى الغنابه. فلا شك انك لو كنت معي لضحكني كثيرا من منظري. وبما انك مؤنث فسأصفهم لك حتى تكتب عنهم قصة ظريفة.
اتفضل هنا. وهو رجل غبي كالحمار. مش ممكن ابدا، انت اللي غزال. المدير وقال رجل غبي كالحمار. مش عارفناها يا اخي. وضح يا ابني وضح. المدير وهو رجل غبي كالحمار. اللي بعده معرف مدين كالحمار. خلاص كالحمار. اما وكيل البوسطة فهو كالحمار. لا 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 فهو رجل سيف ومفيش اثنين في البلد. انا عبد الحضور. قول يا اخي. قول يا اخي. قول يا اخي. انا وكيل البوسطة وهو صورة طبق الاصل من فاعل المصلحة بتاعتنا عم حسنين. والظاهر انه راجل عبيد لا يفيق من السكر ابدا ومناخيره عاوزة تسليم. بص عليه النادي القليل ابدا. ده كلام يقول علينا ده. ده كلام ما يظنش اللي على النادي ما تنبهش. اما الدكتور خير فهو الخط مش واضح شوية. اما الدكتور خير ما تنباش المستشفى فهو شبه المعزة. انا خلاص ليه؟ انا مدير التعليم فرايحته بصر. البصر الحمد لله بقى اللي ما جابش سيرت هنا. اما القاضي اعذر يا جماعة ان الجواب ده سخيف جدا وانا اشوف ان احنا ناقص شارلستون احسن. لا 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 انا القاضي فهو بذل كبير. انا بذل كبير كمان. ولكنهم جميعا صفات الكرم وطيبة القلب. الى اللقاء يا عزيز صلاح. وسنلتقي في مصر قريبا وسنسهر سهرات طويلة ممتعة بفضل النقود التي اخذتها من حضرات المغفرين. مش ممكن ده يحصل. ازاي ده يحصل؟ مش ممكن ابدا. انا مش شايف حاجة قدامي ابدا. انا مش شايف حاجة قدامي. انا مش شايف. مش شايف روس بني ادمين. انا شايف اللي قدامي روس حنين. ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل يا ناس؟ لازم تجيبوهولي حالا. لازم تجيبوه. ومين يعني اللي جابوهولي الناس اللي عند مكان العمليات؟ هو راح فين؟ ازاي ده يحصل يا عالم؟ انا بقالي 30 سنة موظف. نصبت على كل المقاولين وكل الحرامية وكل الموظفين. يجي حد صرصار زي ده يعمل فيا كده. يعمل فيا كده يا ناس. ازاي؟ ازاي بس لا يحصل؟ انا مش عارف ازاي ده يحصل. يا عالم لازم تجيبولي حالا. لازم يجي حالا. فين العربية بتاعتي؟ فين العربية؟ عربية انا بسألك على العربية. فين؟ فين العربية؟ لازم تجيبولي حالا. يا ناس لازم تجيبوا حالا. ابو كلامي انا عايزه حالا. لازم تلاقوهولي حالا. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ انت هتجنن يا ناس. ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل يا عالم؟ مش معقول يا اسماعيل. ده خطيب بنتنا. خطيب بنتنا يا هبلة يا مغفلة. انت لسه مجنونة. عقلك فيه ترللي لو ايه؟ امك جابتك البخت مش كده؟ قالتلك ايه؟ طاقة القدر مفتوحة مش كده؟ طاقة القدر اتفتحت في دماغ المدير. المدير الاهبل. المدير المغفل. قولوا لي انا اهبل. قولوا لي انا مغفل. تعالى قولوا انا اهبل. انا مغفل. انا اهبل. انا تافل. حمار. انا تريل. تريل. انا تريل. انا نادي الهدف. انا تريل. لازم تجيبوني حالا. لازم تجيبوه. العربية الكاديلاك بتاعتي. زمان راكب العربية وعمال يلف بيها في مصر. وزمان صاحبه المؤلف كتب حكايتنا بالواقف رواية. وزمان الناس في مصر عمالين يضحكوا عليا يا ناس. اهم شايفينهم عمالين يضحكوا اهو. يضحكوا عليا. اهو
عليا. انتوا بتضحكوا؟ طيب بيضحكوا عليا؟ طيب والله اجيب كل النقاد وكل كتاب الكوميديا والمهم كده واحطهم في شوال وارميهم في البحر. والله اجيب شوال تاني واحطهم في كلكم وارميهم في البحر. لازم تلوحوا، لازم تلوحوا. هو فين؟ تعال هنا. هو فين؟ هو فين؟ تعال هنا. اوعى الله الله. انت اللي هتدلني. ازاي ده يحصل يا كامل؟ ازاي يا كامل؟ انا هتجنن. انت عاوز تعرف مين وقع؟ شر اعمالك مين يا كامل؟ العجلين الحمر دول. انا 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 المفتش الحقيقي وصل من مصر وعاوز يقابل سعادتك.